الدخل ومحاولة ضبط الأسعار في الأسواق. وزير التخطيط يؤكد صرف علاوة 7% بأثر رجعي من يوليو عقب تطبيق الخدمة المدنية. النائب العام يكلف بدراسة تقرير البرلمان حول فساد الأقماح والأموال العامة، تأمر بضبط متهمين جديدين في القضية. ووزيرة الهجرة تدرس ملف الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين بالخارج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الفل والورد والياسمين. أحلى سادة مشاهدين مشاهدي الحياة اليوم، اليوم الأربعاء الموافق 31 أغسطس 2016 من الميلاد. وهنرجع كمان دقيقتين ثلاثة كده نتكلم عن 30 اللي بيحصل لنا، بس خلوني الأول أبدأ مع حضراتكم بالعنوان اللي ابتديت في مقدمة الأخبار، لأنه متعلق بالموضوعات اللي احنا اتناقشنا فيها الثلاث أربعة أيام اللي فاتوا. انتوا عارفين أنه البرلمان أول امبارح أقر قانون القيمة المضافة خلاص، وأصبح قانون ساري وهيتم تطبيقه من شهر أكتوبر، والدولة بتقول أن ده هيجيب عوائد كثيرة. وأثناء متابعة القانون ومناقشته سواء في البرلمان أو عندنا هنا في وسائل الإعلام، أنا قلت لحضراتكم كلام واضح. قلت أنه أي قانون بضريبة مش هيرفع الأسعار إلا بضمانة واحدة، لو ما حصلتش الضمانة دي كل الكلام الحكومة بتقوله بلح والأسعار هتترفع. هذه الضمانة هي مراقبة الأسواق. وكمان أنا قلت لحضراتكم إن الحكومة مع كامل احترامي وهي بتقنع البرلمان بقانون ضريبة القيمة المضافة، قعدت تطمنها وتهديها وتقول لهم ما تقلقوش، احنا هنشدد الرقابة على الأسواق، احنا هنضبط الأسواق، احنا هنراقب الأسعار. وأنا وقتها قلت لحضراتكم إنه للأسف مش الحكومة بتكذب، بس للأسف الحكومة ربما نواياها صادقة، بس واقع الأمر إن ما عندهاش آلية قانونية لضبط الأسواق والأسعار. في القانون بالقانون مفيش لوزارة التموين ولا لوزارة الداخلية ولا لوزارة أي حاجة انها تقول لحد انت بتبيع كام وما بتبيعش بكام، لانه احنا ماشيين باليات العرض والطلب السوق الحر، مش زي زمان بتاعت ان الحكومه بتحط تسعيره السلع واللي يخالف التسعيره مباحث التموين تاخده، ما فيش الكلام ده دلوقتي. فبالتالي كلمه انه هنراقب الاسعار وهنعمل كذا كلام في الهوى شويه، في الهوى شويه، عشان قلت لكم وقتها افلح ان صدق، افلح ان صدقت الحكومه. الجديد والإيجابي أن رئيس الجمهورية تلقى في هذا الكلام، وواضح أنه هو على وعي به، عشان كده النهاردة الاجتماع الرئاسي اللي حضر رئيس الجمهورية وحضروا مجموعة من ممثلي الحكومة وبعض الوزارات المعنية وعلى رأسهم المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء اللي حضراتكم شفتوه في الصورة من شوية، كان التوجيه الأول للرئيس عبد الفتاح السيسي هو ده. النهاردة السيسي سأل رئيس الحكومة وسأل الوزراء المعنيين اللي قاعدين قدامه سؤال واضح، قال لهم يا سادة يا كرام يا معالي الوزراء، هتضبطوا الأسعار إزاي؟ يا دولة رئيس الحكومة هتراقب الأسواق إزاي؟ إيه الآلية اللي هتقدر بيها تعاقب أي تاجر يغالي في الأسعار؟ يا دولة رئيس مجلس الوزراء، دلوقتي في 57 سلعة، في 57 سلعة معفاة من ضريبة القيمة المضافة ده بالقانون، وهي المفروض السلع الأساسية زي الألبان والحاجات الأساسية اللي بيستهلكها كل بيت مصري، هذه السلع معفاة من الضريبة. لو واحد من التجار ما أعفهاش وقال لها قال زيها زي الآخرين وكله مع بعضه هيغلى، هتعاقبهم إزاي؟ هتراقبهم إزاي؟ هو ده السؤال المهم. وأنا في رأيي إن الحكومة قاعدة دلوقتي عشان تفكر هيعملوها إزاي، هيراقبوا إزاي، لأن لو ما راقبوش انا بقول لكم ابتداء من الاسبوع، على فكره التجار في منتهى الذكاء، التجار في منتهى الذكاء، ما هو التجار برضه بيلعبونا، ما هي لعبه شطرنج. ناس كتير وبعض الصحفيين يعني اللي فهمهم شويه كده انفعالي وبتاع قال لك اتفرجوا يوم الثلاث والاربع الاسعار هتبقى عامله ازاي.
لا التجار اذكى من كده. تلات عدى والاربع عدى والخميس هيعدى، انا بقول لكم الجمعه والسبت ابتداء من بعد اجازه العيد. وقولوا الكلام، قولوا تامر امين اهو قال هيعدوا الاسبوع اللي جاي والعيد، والحكومه هتعيد وتاجز وكلنا هنعيد وناجز، وواحده واحده كده بعد العيد هتلاقوا السم في العسل، وهتلاقوا الاسعار تريرين 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 طالعه، وفي كله المعفى ومش المعفى. يبقى الرك هنا على ايه؟ على ان انا اجيب المخالف ده من قفاه. على الحكومه بقى انها تدور على اليه قانونيه تجيب المخالف من قفاه. واعتقد هو ده اللي قاله النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه بيه الحكومه. وقال كلام كمان للسيده غاده والي وزيره التضامن الاجتماعي، بانه برامج الحمايه الاجتماعيه اللي موجوده في برنامج الحكومه واللي موجوده كمان في تكليفات الرئيس للحكومه لازم تتطبق بحذافيرها، لازم تتطبق بحذافيرها. تسموها بقى الحمايه الاجتماعيه، تسموها العدل الاجتماعي، تسموها مش عارف الاجتماعي، بس في النهايه معناها ان البلد دي عارفه ان في ناس، انا اسف، مش فقيره. مفيش حد فقير، في حد مفقر. مفقر يعني ايه؟ مفقر يعني الظروف بتاعه الدوله هي اللي فقرته، لكن هو ربنا مش خلقه لوحده كده فقير ويفضل فقير طول عمره. فبالتالي الدولة عشان عارفة انها مقصرة تجاه بعض الفئات، انها مش عارفة تديها الاجر اللي يوفر لها مستوى معيشي كريم، فبتقول لحد ما اوفر لك الاجر ده انا بديك حماية اجتماعية، بحطك في حضانة صغيرة كده، منها الدعم ومنها بعض التيسيرات وبعض التسهيلات اللي تخليك تعرف تعيش لحد ما اديك مرتب انا عارفة ان انت تقدر تشتري بيه كل مستلزماتك وما تحتاجش مساعدة مني. هو ده الكلام. صلوا على رسول الله. أنا من يومين قلت لحضراتكم العبارة الشهيرة بتاعت 30 جنيه. وال30 جنيه دول هم المكافأة اللي قام السيد وزير التربية والتعليم وقامت وزارة التربية والتعليم بإعطائها لمعلم، يعني معلم متميز، مدرس متميز في محافظة الشرقية. وزارة شافت انه يستحق المكافأة لاجتهاده، لانه نظيف اليد، بيأدي دروسه للطلبة بشكل كويس، بيعمل تواصل مع الطلبة، ما بيعملش دروس خصوصية، حد محترم يستحق المكافأة. فالمعلم الاحسن ده، المعلم الهاي، المعلم الاول في مصر، قررت وزارة التربية والتعليم انها تديله شهادة استثمار قيمتها 30 جنيه. وشهادة الاستثمار دي ما يصرفهاش دلوقتي، دي شهادة استثمار تصرف بعد 20 سنة. كويس. انا قلت الكلام ده اول امبارح، وقلت ده اهانة ومذلة، وكانت احسن وزارة التربية والتعليم ما تعملهاش. وقلت وقلت وقلت، واعتقد ان حضراتكم معظمكم شاف، او حتى اللي ما شافش سمع عن موضوع ال30 جنيه، لدرجة ان المدرس نفسه بتاع الشرقية طالع بتصريح بيقول يا ريتهم مكرموني، يا ريتهم مكافئوني، لو كان اداني ورقة كده اعلقها في الحيطة عندي ان احنا بنشكرك وبنقدرك كانت ابرك بكتير من المكافأة المذلة بتاع ال30 جنيه اللي بياخدها منادي في الشارع، ولا بتديها بقشيش، ولا ممكن تديها لواحد متسول في الشارع. قلت هذا الكلام اول امبارح وانا ضميري راضي. ثم فوجئت مع زملائي فريق الاعداد بتلقي مكالمة امبارح من مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية اللي فيها هذا المدرس. وفوجئت كمان ببيان رسمي، خدوا بالكم بقى الكلام، بيان رسمي على لسان المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الأستاذ بشير حسن. بيقول إيه بقى البيان الرسمي؟ البيان الرسمي بيقول إنه الشهادة دي موجودة وطلعت للمدرس بتاع الشرقية ده فعلا، بس ده مش إحنا. مش إحنا يعني إيه؟ يعني مش في عهد الوزير الحالي الدكتور الهلال الشربيني. أمال إمتى يا سادة يا كرام؟ ده الكلام ده على لسان الأستاذ بشير حسن. فقال انه لا، دي سنة 2015 شهر يوليو او اغسطس 2015، يعني قبل ما يصل الى وزارة التربية والتعليم الوزير الجديد الدكتور الهلال الشربيني، فبالتالي مش مسؤوليتنا وما نعرفهاش. وسمعنا كلام كمان من مديرية التربية والتعليم بالشرقية انه الواقعة اساسا مش مظبوطة، وان المعلم ده او المدرس ده هيتجاب ويتحقق معاه. وبتقول الكلام ده ليه؟ خلوني الأول أخد التليفون
علشان برضو اعطي الحق لاصحابه كاملا في اطلاق وجهة نظره. الاستاذ محمد الشيمي وكيل وزارة التربية والتعليم او وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير يا استاذ سامر، اهلا وسهلا بحضرتك. ازاي معاليك يا فندم؟ ربنا يخلي سعادتك يا فندم. دلوقتي انا عايز اعرف وصلتوا لايه في موقفكم في الوزارة من الموضوع اللي انا اثرته بتاع مكافأة المعلم المجتهد والمتميز. سعادتك هتديني الوقت ان انا اشرح لسعادتك واقول لسعادتك الحقيقة كلها. انا بس مش سامعك قوي، بس اعلي صوتك شوية. يا فندم هو انا مع سعادتك سواء. يا فندم اتفضل يا محمد بيه. حضرتك كل البيانات اللي حضرتك قلتها دي انا بستأذن بقول لحضرتك ان هي غير دقيقة بالمرة. اللي حصل حضرتك ان في انا استلمت في الشرقية يوم 20/4/2016. تمام. قلت ان الواقع مختلقة او مش صحيحة على اساس ان انا ما تعرضش علي اي ورق بهذه المسابقة. واول مرة حضرتك اسمع عن هذه المسابقة من خلال إن هذا الحدث اللي حصل. انما اللي حصل حضرتك اعلن عن المسابقة دي في شهر 8/2015. والوزارة بعتت الشروط المسابقة والاستمارات لكل المديريات التعليمية ومن ضمنهم مديرية الشرقية. مديرية الشرقية خدت الاستمارة ووزعتها على الإدارات التعليمية على أساس إن هي ترشح المدارس اللي هي ممكن تشترك في المسابقة. احنا عندنا في الشرقية حضرتك 18 إدارة تعليمية، كل إدارة رشحت مدرسة حضرتك أو مدرستين، وراحت الوزارة والوزارة اختارت نماذج من المدارس ديت حضرتك. ونزلت لجنة فعلا من الوزارة وراحت المدرسة اللي فيها أو اللي فيها الأستاذ اللي هو المعلم المذكور أو اللي هو أعلن عن هذا الكلام. لما راحت حضرتك وشافت المدرسة أثنت على المدرسة ونظافتها وكلها مفيش مشكلة خالص، ورجعت الوزارة بعتت حضرتك الإدارة العامة للتربية البيئية والسكانية بديوان عام الوزارة بعتت شيك بمبلغ 1620 جنيه يتوزع على المدارس اللي في محافظة الشرقية، كل مدرسة يخصها مبلغ من المال. المبلغ ده عبارة عن إيه؟ يا 50 يا 60 يا 70 يا 30 يا 100 اتوزع على المدارس اللي اشتركت. كان نصيب الاخ ياسر او المدرسه بتاعت الاستاذ ياسر 60 جنيه دول. نسيت اقول لحضرتك ان ثانيه واحده يا استاذ محمد، ثانيه يا استاذ محمد، انت بتقول لحضرتك نصيب المدرسه ولا نصيب الاستاذ المعلم؟ لا نصيب المدرسه يا فندم. يعني الشيك او الشهاده او كذا طالعه باسم المدرسه؟ ما انا هقول لسعادتك الشيك لما جه من الوزاره. ايوه مكتوب كده لشراء شهادات استثمار توزع على المدارس اللي اشتركت. ايوه توزع على المدارس، يعني على المدرسه ولا على شخص معين؟ لا يا فندم على المدرسه. طبعا المفروض حضرتك ان الشخص اللي تعب هو اللي بياخد الشهاده، او اللي هو كان مشترك في هذا المجهود او اثمر في هذا المجهود ياخد الشهاده. فحضرتك المدارس خدت ايش فعلا اشتركوا حضرتك او اشتروا شهادات الاستثمار. والكلام ده موجود عندي في فواتير. وانا حضرتك شفت الموضوع كله ولقيت الشيك جايب 1620 جنيه. يمكن لو كان معايا الرقم بتاعه كنت قلت لسعادتك عشان تتحقق منه. طب ده نقطه ثانيه، يعني دلوقتي المكافاه بتاعه المدارس كلها يا فندم 1000 وشويه. انا هقول لسعادتك انا بس بستوثق من المعلومات يا استاذ محمد. بوضح لحضرتك، ما انا بوضح لحضرتك. طيب انا بقول لحضرتك اهو المكافاه بتاعت المدارس كلها 1000 وشويه. دي حضرتك مش مكافاه، ده حضرتك يعني تقدر تقول تحفيز للناس ان هي تبذل في جهدها، لان ده مش من الوزاره حضرتك، ده من الاداره العامه للتربيه البيئيه والسكانيه، ودي اداره ليها مخصصات محدوده وليست الوزاره كوزاره تربيه وتعليم. فحضرتك المخصصات دي بتتوزع على المدارس. كان النصيب بتاعه هذا الكلام. حضرتك باركوا له في فيديو كونفرنس من الوزاره حضرتك. باركوا لمين يا فندم؟ باركوا للاستاذ ياسر ان هو المدرسه بتاعته هو الاستاذ ياسر ناظر المدرسه؟ حضرتك المدرسه اللي بيشتغل فيها، انا اسف في التعبير، ما قلتش يعني مش بتاعته يعني. لا لا المدرسة اللي بيشتغل فيها. فهو المدرسة كوفئت وشفتوا ان المكافأة تروح لشخص مش للمدرسة. لشخص الأستاذ ياسر.
اولا الاستاذ ياسر مش هو لوحده اللي كسب، دول 11 مدرسه ب 11 معلم حضرتك كسبوا. طيب القصه دي حصلت امتى يا فندم؟ حضرتك القصه دي بدايه المسابقه في 8/2015. ايوه الشيكات والشهادات والحاجات دي اتوزعت امتى يا فندم؟ الشيك حضرتك ده جه حضرتك من قيمه بالظبط 15 يوم في شهر، من اول شهر 8 حضرتك السنه دي. السنه دي يا فندم. يعني معنى كده يا محمد بيه ان الكلام اللي احنا قلناه اول امبارح كلام حقيقي ودقيق. اللي هو فين يا فندم الحقيقي والدقيق يا فندم؟ فين ازاي؟ ان الراجل استلم الشهاده مش هذا الشهر في 2016. سعادتك انت قلت حضرتك ان الوزاره سلمت اللي بعثت موظف يسلم الظرف للمدرس لما فتحوا لقى. انا قلت الوزاره بعتت، انا قلت الوزاره بعتت حد يسلم الظرف للمدرس. حضرتك متهيألي كده. لا يا فندم حضرتك تحقق من، انا قلت ان انا بدايه الكلام بدايه الواقعه شكوى المدرس، شكوى السيد المعلم من انه تلقى اهانه لانه خد هو ايه يا فندم؟ هو ايه يا فندم اللي لا؟ انا بقول لحضرتك الوقائع. برضه بس انا هقول لسعادتك يا استاذ سامر، حضرتك المدرس كان عندي اول امبارح في المكتب اللي بعد ما اريحك يا استاذ محمد، اريحك يا استاذ محمد. اتفضل يا فندم. فين المدرس يا استاذ محمد؟ موجود في مدرسته يا فندم. موجود في مدرسته، ينفع اكلمه؟ حاليا حضرتك صدقني انا راجع من هي فايق عربيته حضرتك عشان نروح. طب انا بقول لمعاليك، انا بقول لمعاليك حاجه يا استاذ محمد، المدرس بقاله يومين مخفي وممنوع من الكلام. انا بقول لحضرتك لان انا وصلت له وكلمته، انا ما بقولش كلام عن جهل، انا بقول لحضرتك وصلت له وكلمته في التليفون وقال لي انا واخد تعليم، وقال لي انا واخد تعليمات بعدم الكلام. ما انا هقول لحضرتك بس واحده واحده عليا يا تامر بيه بعد اذنك. حضرتك يعني ايه مخفي حضرتك؟ تفتكر ان احنا خطفناه يعني؟ لا يا فندم ما خطفتوش، بس قلت له ما تتكلمش. ما انا هقول لسعادتك بس على حاجه، احنا عندنا منظومه، انا علشان اطلع مع سعادتك في الاعلام لازم اخد، وانا وكيل اول وزاره لازم اخد تصريح من مكتب الدكتور الوزير. اذا حضرتك المدرس لازم يتبع هذه التقاليد والنظام اللي موجود ده في المكتب التعليمي. ليه يا فندم من امتى اي حد يعمل مداخله تليفونيه ياخد تصريح؟ دول بس بس بتوع الجيش والشرطه بس. لا يا فندم، واحنا كمان عندنا حضرتك كده. حضرتك في تعليمات دي جديده بقى يا فندم؟ لا مش جديده حضرتك، علشان مش اي حد يطلع يتكلم في حاجه هو ما عندوش معلومات عنها حضرتك. يا فندم ما عندوش معلومات عنها يا فندم؟ ده المصدر، ده المدرس نفسه اللي احنا بنتكلم معاه. يا فندم ما عندوش معلومات ايه؟ ده انا عايز المدرس ده عشان اساله سؤال، عايز اساله سؤال موضوعي. يا استاذ حصل معاك 1 2 3 كان سهل قوي، يا ينفي القصه ويقول لا والله كل ده كد، يا اما ايوه حصلت وكنا خلصنا من القصه دي في ساعتها. يا تامر بيه بعد اذن حضرتك، المدرس حضرتك طلع بدون، قال كلام مش مظبوط حضرتك، قال ان الوزاره كافئتني، هي مش الوزاره، هو انا حضرتك. طب حضرتك قريت البيان اللي طلعه الاستاذ بشير حسن المتحدث باسم الوزاره؟ لا بصراحه لا، لان انا بقول لحضرتك انا لسه جاي حالا من الشرقيه ولسه ما شفتش حاجه وما سمعتش حاجه. تمام. طيب البيان الرسمي الصادر من الاستاذ بشير حسن المتحدث باسم وزير التربيه والتعليم قايل كده، قايل يا فندم ان احنا لا علاقه لنا بالموضوع، وان الموضوع ده لم يحدث هذا العام، وانه من اغسطس 2015 ولا دخل لوزير التربيه والتعليم بهذا الموضوع. طب حضرتك ما هو كلام مظبوط زي ما بيقول لحضرتك اهو حضرتك، ان هو بعيد فعلا عن معالي الدكتور الوزير. تمام. طيب انا عايز حضرتك يا استاذ محمد توصل من الشرقيه بالسلامه وتجيب البيان وتتفرج على الحلقه بتاعتنا لما تخلص، وهذيع لحضرتك دلوقتي صوره من الشهاده عشان تتاكد حضرتك من تاريخها. الشهاده مظبوطه. لا ده مش بس كده، عشان تتاكد حضرتك من تاريخها ومين اللي مصدر الشهاده. يا فندم الشهاده مظبوطه، دي جايه من البنك الاهلي يا فندم. تمام. وانا بقول لك الشهاده مش مظبوطه، لا سعادتك الشهاده مظبوطه، لان انا عندي الفواتير اللي اشتروا بيها من البنك الاهلي. تمام. كل عندي، تحب اقول لسعادتك انا بس لو كنت في المكتب كنت قلت لسعادتك بيان المدارس وكل واحد المدرسه دي خدت نصيبها قد ايه. تمام. شكرا جزيلا يا استاذ محمد. شكرا يا استاذ محمد، شكرا جزيلا، وتوصل لنا بالف سلامه من طريق الشرقيه ان شاء الله الزراعي. على فكرة هي القصة مش ان انا عايز ابين ان في وزارة غلطانة او ان في وزير غلطان او ان في مشكلة، هي المشكلة انه لو
الكلام الاستاذ محمد كله كده سليم، وانا طبعا لا املك ان انا اكذب احد، فهو مصدق عندي الى ان يثبت العكس. يبقى برضو المشكله اكبر، ده مش بس ياسر اللي خد 30 جنيه، ده في 50 واحد خدوا 30 جنيه، ده بيقول لك 1000 جنيه اتوزعوا على 18 ولا 11 مدرسه. يعني انت لما بتيجي تكافئ مدرسه على اجتهادها وتميزها بتديها 45 جنيه او 45 جنيه، ولما بعدين بتديها لمين؟ هو انت المسابقه اساسا ولا التميز ولا الاجاده ولا المكافاه؟ انت اساسا مش عارف بتوديها لمين؟ يعني انت بتدي هذه المدرسه لانها مدرسه متميزه، مدرس اللي ياخد الفلوس؟ انا المفروض الفلوس دي تروح لاداره المدرسه، تخش في خزنه المدرسه للصرف منها على نشاطات المدرسه، ال 30 جنيه دول يصلحوا بيهم الحوش ويجيبوا جهاز كمبيوتر، والباقي كمان يحوشوه ويحطوه في شهادات استثمار يصرفوه بعد 20 سنه. لا الحقيقه في حاجه غلط. وبعدين هو الفكره انه مش احنا وخلاص، هي الفكره مش احنا وخلاص، ده الاداره التربيه البيئيه، اداره التربيه البيئيه دي تابعه لمين؟ يعني مع كامل احترامي، اداره التربيه البيئيه تابعه لوزاره التربيه والتعليم، تربيه بيئيه ولا تابعه للبيئه؟ عشان ابقى عارف، لو تابعه لوزاره البيئه انا اسف وناخد بعضنا وننقل الكلام كله عند السيد وزير البيئه. لكن اداره التربيه البيئيه التابعه اللي مش عارف ايه في مديريه كذا، التابعه في النهايه لوزاره التربيه والتعليم. يعني احنا النشان بتاعنا صح، ما مش احنا اللي ضلنا الطريق. فكان الاسهل ما تقولوا ودي على قد الحيله، وادي المكافآت اللي بتطلع، وهنشوف المفروض بعد كده تطلع المكافاه للمدرسه ولا للمدرس. لكن كان كل هم مكتب وزير التربيه والتعليم والاستاذ بشير حسن المحترم متحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، كل همه انه ايه في البيان اقروه كويس، انه ينفي التهمه عن الوزير الحالي. مش هو وخلاص يا اخوانا، احنا بنتكلم عن واقعه، مش مهم مين اللي وهو لو عملها الوزير السابق تبقى عادي مفيش مشكله، مش هي كلها اسمها وزاره التربيه والتعليم؟ ولا الهمني بس ان انا مش انا تولع بعد كده الوزاره، مش انا. يعني ايه مش انا؟ نفس الحكايه حصلت من كام شهر وقت الجدل اللي حصل بتاع حذف اسم البلدعي ومرسي من المناهج، نفس الفكره. كتبت في بعض المواقع وبعض النشطاء كتبوا ان وزاره التربيه والتعليم حذفت البلدعي ومرسي من المناهج، وده شيء خطا. قبل ما وزاره التربيه والتعليم تتكلم وتقول اتحذف ولا ما اتحذفوش، ده صح اللي احنا هنعمله ولا مش صح؟ مش انا. البيان طلع قال لك ده كتب القديمه بتاع السنه اللي فاتت قبل ما يجي الوزير الجديد، برضه نفس المشكله مش انا. ففكره مش انا دي احنا ما بنلعبش استغماء، اللعبه اللي هي بتاعت الضرب على الدماغ من ورا دي اسمها ايه؟ صلح. الله يفتح عليك. فليه وزاره التربيه والتعليم بتلعب صلح طول الوقت؟ يخبطوا الخبطه مش انا. هي لعبه صلح دي هتستمر كتير في وزاره التربيه والتعليم؟ ويا ريتها صلح. دي بوظ كسر خرب. مش انا. يا جماعه انا مش بتكلم عن شخص، وزير التربيه والتعليم والاستاذ بشير حسن واي ساعي في وزاره التربيه والتعليم جزمته على راسي. انا بتكلم عن واقعه، الواقعه حصلت ولا لا، والواقعه صح ولا غلط، ولو صح نعدلها ازاي في الفتره القادمه. بس مش قضيتي انها بتاعت الوزير القديم الكخه وانه مش بتاعتنا مش عارف ايه. ولاثبات الكلام اللي احنا بنقوله ان السيد المحترم المدرس تلقى، ماليش دعوه بقى المسابقه حصلت امتى، ومش انا قلت كلام محدد انه في هذا الشهر مدرس خد شهاده. الكلام ده لو غلط يكدبوني، بس مش هيقدروا يكدبوني لان الشهاده هي على الهوا. شهادة الاستثمار مش عارف ذات الايه، مجموعة جيم باين، والنبي اقرا لي الاسم بس عشان انا ها مجموعة جيم، رقم الشهادة من والى، اسم العميل ياسر رشاد محمد، ياسر ايه؟ ياسر رشاد محمد رشاد، ده اسم المدرس حضراتكم. تاريخ الاصدار كام؟ 15/8/2016، يعني من 15 يوم. تاريخ الاستحقاق امتى بقى يستلم الشهادة؟ 15/8/2036، يعني حتى بعد رؤية مصر 2030. يعني احنا هنشوف مصر 2030 والراجل ده مش هيشوف الشهادة.
يا جماعة احنا ما بنفتريش على حد ومش عايزين نفتري على حد، وانا قلت اهو احترامي الكامل لكل الناس، بس الكلام ده لا يليق. وطالما هو انا قلت المعلومة دي بناء على ايه، او الواقعة دي او القصة دي بناء على ايه؟ بناء على ان انا وصلتني الشهادة؟ لا، بناء على ان في مدرس اشتكى، مدرس نطق، الاستاذ ياسر اللي اسمه موجود على رأس الشهادة اهو، نطق وقال انا حاسس يا جماعة بالمهانة. والاستاذ ياسر ده مخفي من 3 ايام، لانه وزارة التربية والتعليم من اول مخفي، يعني معناها مش مختفي او مختطف يعني، بس ممنوع من الكلام، لانه مدير التربية والتعليم والوزارة قالت بعد ما انا قلت الكلام مباشرة بعدها بربع ساعة، كلموا الكنترول اب هنا، الكنترول اب قال. كلموا الكنترول فين اهو، بقى كلموا الكنترول عندنا، قالوا يا جماعة، قالوا يا جماعة خدوا بالكم، قالوا يا جماعة الواقعة مش سليمة، الواقعة مش سليمة، والاستاذ المدرس بينفي الواقعة وهيتحول للتحقيق لو كان قالها. شوفوا الكلام، فلا المدرس اتحول للتحقيق ولا المدرس نطق. ما لو انا عندي المدرس بيعلن، ده اسهل حاجة اقول له اطلع يا ابني في التلفزيون كذب الكلام اللي بيقوله تامر امين والبرنامج الحياة اليوم. لكن الراجل سكتم بكتم وممنوع انه يتكلم، وبيانات بقى زي ما انتم شايفين. اسمعوا البيان الرسمي، البيان الرسمي لوزارة التربية والتعليم، بيان اعلامي، بيان اعلامي. نفى المتحدث الرسمي لوزارة التربية والتعليم بشير حسن ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول منح الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم شهادة استثمار قيمتها 30 جنيه لاحد المعلمين بمحافظة الشرقية. واشار بشير الى ان الواقعة تعود الى شهر اغسطس. خدوا بالكم النفي كله كان على ايه؟ نفى ان الهلالي الشربيني يكون قدم شهادة، مش نفى الواقعة، عشان بقول لكم البيان هدفه ان الهلال الشربيني براءة، غير كده تمام. واشار حسن الى ان الواقعة تعود الى شهر اغسطس 2015، اي قبل تولي الدكتور الهلال الشربيني مسؤولية وزارة التربية والتعليم. زي الفل كده، الوزير الحالي يا جماعة عدى العيب وما اشتركش في الجريمة دي. واوضح السيد محمد الشيمي اللي كان معانا تليفون دلوقتي وربنا يجيبه بالسلامة من الشرقية، مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، ان المعلم المذكور تم ترشيحه للمسابقة عن طريق مدير الإدارة التعليمية بإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وأنه تم تكريمه من قبل موجه التربية السكانية بمديرية التربية والتعليم بالشرقية. يعني المسابقة، يعني المسابقة ما كانتش مدارس. أوضح محمد الشيمي أن المعلم المذكور تم ترشيحه، المعلم تم ترشيحه، مش المسابقة كانت عن المدارس وبعدين هو اللي خد الجايزة عشان ينوب على المدرسة، لا ده تم ترشيحه للمسابقة. الكلام اهو بتاع البيان الإعلامي الرسمي الصادر من وزارة التربية والتعليم. شوفوا بياناتكم وشوفوا شغلكم، وبلاش، مش قادر أقول الحقيقة، مش قادر أقول كذب لأنه عيب، بس إذا كنا وزارة التربية والتعليم بتعلم الولاد إن الكذب حرام والغش حرام، احنا قدامنا 30 سنة قبل ما نتعدل اوضاعنا خصوصا في منظومة التربية والتعليم دي. طيب ربنا يصلح الحال. تعالوا نروح للبرلمان. البرلمان النهاردة اخر يوم. ايه امال ايه احنا قلنا ايه؟ طب حاضر 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 ما تزعلنيش، حاضر هنروح للبرلمان، ومن البرلمان هنروح بسرعه للجيل الرابع عشان الاستاذه شيماء ممكن يجي لها ضغط في الكنترول. النهارده رئيس الشركه المصريه للاتصالات وقع رخصه الشبكه الرابعه. رخصه الشبكه الرابعه دي انا في رايي انها انجاز مهم، انجاز كبير على اصعده كثيره وعلى مستويات كثيره. واحد من الانجازات والاهميه بتاعتها انها هتعمل منافسه اكبر في سوق المحمول والشبكات التي تقدم خدمات المحمول. انتوا عارفين ان احنا عندنا 3 شبكات، 1 2 3 بدون ذكر اسماء علشان الاعلانات، كلكم عارفينهم. الحمراء والاورنج والخضراء، مش عارف بقى دي هتبقى صفراء ولا هتبقى زرقاء، مش عارف هتبقى لونها ايه، لكن الشبكة الثالثة دي الرابعة دي هتتولاها بنفسها الشركة المصرية للاتصالات.
ورئيس الشركة المصرية للاتصالات النهاردة قال تصريح، قال ان اول تليفون تقدروا تعملوه من الشبكة الرابعة دي بعد ما تسجلوا فيها وتشتركوا فيها وكذا هيبقى بعد 6 أشهر بالضبط من دلوقتي لحد ما نبني المحطات ونخلص التراخيص والورق والتجهيزات المهمة. في تصريحين كمان لرئيس الشركة المصرية، قال واحد انه هذه الاتفاقية اللي وقعت النهاردة هتضخ 5 مليار و200 مليون جنيه في خزينة الدولة، ودي اضافة مهمة جدا، 5 مليار و200 مليون جنيه. وقال كمان انه الاتفاقية الجديدة اللي وقعتها النهاردة الشركة المصرية للاتصالات لا تشترط تخارج الشركة المصرية للاتصالات من وجودها مع احدى الشركات الاخرى، هي متداخلة مع شركة الشركة الحمراء، خلاص كده عشان ما نقولش اسماء، الشركة الحمراء. فالشركة المصرية للاتصالات بتوقيع هذه الاتفاقية لا تشترط تخارجها من شراكتها مع الشركة الحمراء. الأستاذ ماجد عثمان، مساء الخير يا ماجد بيه. نور، أهلا وسهلا. إزاي حضرتك يا فن؟ الحمد لله بخير، أهلا بيك. أولا لونها هيبقى إيه يا فن؟ هي إيه يا فن؟ الشبكة الرابعة. إحنا عندنا أحمر وأورنج وأخضر. هنشوف تفضيلات الألوان لدى المستهلكين، ولأن إحنا طبعا في خدمة المستهلك و يعني هنرضيه بكل طريقة، من ضمنها الألوان أيضا. أنا أرشح اللون الأزرق، لون جميل، لون البحر ولون السماء ولون الأرض، فممكن اللون الأزرق يبقى لون لطيف للشبكة الرابعة. قول لي حضرتك الفوائد اللي هتعود على سوق الاتصالات في مصر من هذه الاتفاقية. يعني أنا أعتقد أن ده يوم تاريخي، أنه الشركة كان بقى لها طويلة بتتوق لأنها تقدم الخدمة المشغل المتكامل، والحمد لله يعني وصلنا لهذا. ولكن أنا بعتقد كمان المهم جدا أن احنا النهاردة بنتحدث على جهد كبير في إعادة تنظيم القطاع حتى يكون أكثر تنافسية، ويكون كل المشغلين فيه لديهم فرص متكافئة في تقديم الخدمات المختلفة. واعتقد ان احنا بصدد يعني ثورة في هذا القطاع الى الامام، هتدي لمصر فرصة كبيرة جدا وتحقق كثير من الاهداف فيما يتعلق بخلق فرص عمل، بتدفق استثمارات، بعوائد تدخل للدولة من خلال الضرائب السنوية والمكاسب اللي هتحققها الشركات. فاعتقد ان احنا النهاردة بصدد يوم تاريخي للشركة، لكن ايضا إعادة هيكلة هامة جدا بالنسبة للقطاع. وأعتقد أنه ما قام به المهندس ياسر القاضي والجهاز نفسه، الجهاز المهندس مصطفى عبد الواحد وزملاء، وأعتقد إنجاز مهم جدا. صحيح صحيح. الفلوس قد إيه يا فندم؟ الفلوس بتاعة الرخصة هي موجودة، يعني المبلغ 5.2 مليار، وفي جزء بالمصري وجزء بالدولار. ممتاز. حضرتك قلت فعلا ان اول مكالمه لو انا اشتركت عندكم في الشبكه هقدر اعملها بعد 6 أشهر من دلوقتي. والله هو طبعا هو ده الحد الادنى اللي ممكن، لكن طبعا كله هيكون مربوط بالاجراءات بتاعه الترددات وتوافر البنيه التحتيه والترددات. هو انتوا يا فندم هتنشئوا بنيه تحتيه ولا هتستخدموا البنيه الموجوده؟ لا، هو بالنسبه للجيل الرابع هننشئ بنيه جديده. تمام. لكن بالنسبه للجيل الثاني والثالث. طب هو انا مش فاهم معلش النقطه دي، الجيل الرابع، هي الجيل الرابع دي مش ليها علاقه بالخدمات الانترنت بس، مالهاش علاقه بالاتصالات وال يعني هو طبعا السوق الرئيسي النهارده اللي احنا بنتكلم عنه هو سوق الديتا، سوق البيانات اكتر منه سوق الصوت، خدمات مظبوط. فطبعا ال 4G النهارده احنا بنتكلم على ان احنا في استثمارات هتحصل من الشركه في عمل البنية الأساسية، لكن بالنسبة للرخصة للجيل الثاني والجيل الثالث هيتم اتفاقات مع الشركات الأخرى لاستخدام البنية الأساسية بتاعتها. ممتاز. المفروض أن حضراتكم موجودين في اتفاقية مع شركة موجودة اللي هي اللي علامتها الحمراء. حضرتك تقصد إيه باتفاقية؟ انه انا سمعت تصريح من حضرتك النهاردة أنه توقيعكم اتفاقية الشبكة الرابعة دي لا يشترط تخارجكم من الشركة الحمراء. يعني الرخصة في حد ذاتها لا تضع أي شروط على عملية التخارج، لأنه كمان عملية التخارج هي سابقة لأوانها، لأنه لازم كمان يكون يعني لما نعرف مين هيكون في الجيل الرابع الأول مين اللاعبين الأساسيين، لأنه ده مش ممكن يعمل conflict of interest أو يعني تضارب مصالح.
يعني شوف، هو يعني القطاع بيعد هيكلته بطريقه انها تضمن ان لا يتم وجود اي تضارب في المصالح، فاعتقد انه ممتاز. يعني الحكومه هتبقى واعيه لهذا. واكيد يا ماجد بيه انه تواجد طرف منافس اخر في السوق هيؤدي الى زياده التنافسيه، فبالتالي الجوده بالزبط. تزيد والاسعار المفروض بالزبط. تقل. بالظبط بالظبط. المفروض لما التنوع يزيد ده يقلل الاسعار مش يزودها. يعني احنا بس عايزين يعني نركز على الجوده، لان الجوده الحقيقه حتى لو كانت اسعارها اغلى شويه لكن العائد بتاعها على المستهلك وعلى والنبي يا ماجد ما تجيش علينا والنبي في الاسعار دي بالذات، احنا يعني مكوين اسعار الفتره اللي فاتت، ادونا حاجه رخيصه الفتره اللي جايه والنبي. يعني اشمعنى الاتصالات يعني؟ هي من المبدا لا طبعا لا اذا كان على الاتصالات خلاص حبيبي برضه يا ماجد بيه خلاص. تحياتي يا ماجد بيه، شكرا جزيلا ومليون مبروك على هذه الاتفاقيه، ورب باذن الله الشبكة الرابعة دي تبقى إضافة مهمة لسوق الاتصالات والديتا والمعلومات والإنترنت في مصر. طيب هنروح لفاصل، الفاصل ده تقريبا 3 دقايق و 30 ثانية، نرجع بعد الفاصل. البرلمان النهاردة كان ساخن جدا وفي مجموعة من المواضيع اللي أثارت الجدل، وتحديدا النهارده كان في موضوعين جوه البرلمان، لا ثلاث مواضيع. في موضوع بسرعه كده هقول لكم عنوانه، ان النهارده كان في جلسه مصالحه. كان في جلسه مصالحه تمت ما بين النائب مرتضى منصور وبين النائب محمد عطا. وانتم عارفين ان الجلسه دي او المصالحه دي بسبب ان حصلت بينهم مشاجره او خلاف من 3 4 ايام اثناء نظر اللجنة التشريعية والدستورية للقضية الحائرة بتاعت الكرسي البرلماني الحائر ما بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشبكي مع حفظ الألقاب. فكان محمد عطا النائب محمد عطا من رأيه أنه لا، الكرسي من حق عمرو الشبكي والحكم المحكمة نافذ واجب النفاذ ولازم يتنفذ، فنفعل عليه مرتضى منصور فتلافظ سويا واشتبك سويا. فكان في جلسة النهاردة للمصالحة، ومعلوماتي أن هذه الجلسة فشلت، المصالحة فشلت ولم تتم. ده واحد من التطورات اللي حصل. القضيتين بقى اللي أثاروا الجدل النهاردة جوه البرلمان قضيتين مهمين الحقيقة. القضية الأولى المتعلقة بموضوع ختان الإناث، وانتوا عارفين أن الحكومة كانت مقدمة مشروع قانون بتغليظ العقوبة ضد عمليات ختان الإناث لتصل إلى حدها الأقصى الحبس والسجن 5 سنوات. النهاردة البرلمان كان بيناقش هذه العقوبة وهذا القانون أو هذا المقترح من الحكومة، وأقروا خلاص أنه تغليظ العقوبة. لكن الجدل اللي حصل أثناء المناقشة كان جدل غريب شوية. الجدل كان تقريبا في اتجاه واحد، كل البرلمان بكل أطيافه بكل تياراته بكل نوابه بكل كتله البرلمانية بكل أحزابه بكل مستقليه مع القانون ومع تغليظ العقوبة، والهدف هو مكافحة ظاهرة ختان الإناث، إلا طرف واحد. طبعا حضراتكم متخيلين مين الطرف اللي ممكن يكون ضد الفكرة دي وبيدافع عن ختان الإناث؟ حزب النور. رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور النائب أحمد خليل انبرى النهاردة للدفاع عن ختان الإناث، ولما لقى الموجة عالية قال لهم طيب صلوا بينا على النبي، وانتوا عارفين طبعا حزب النور هو اللي بيمثل الدعوة السلفية، قال لهم طب صلوا بينا على النبي، ختان الإناث والكلام ده على لسان النائب أحمد خليل، وأنا مش عارف الحقيقة فقهيا أو طبيا هو جاب الكلام ده منين، بس أنا هقول لكم هو قال إيه. هو قال إنه ختان الإناث 8 أنواع، هو اللي قال كده، ختان الإناث 8 أنواع، 7 منهم مجرمين واعملوا فيهم اللي أنتوا عاوزينه، لكن نوع واحد هو اللي بيوافق صحيح السنة وبالتالي لازم نعمله ولا يجب تجريمه. واتفق معه كل نواب حزب النور. طبعا لاقى هجوم شديد من كل التيارات والنواب في البرلمان، لانه اولا حتى لو افترضنا جدلا ان واحد من الـ8 من الطرق اللي بتعمل بيها ختان، انا مش عارف ان هم فعلا هو مش طبخه يعني بس الله اعلم، واحد من الـ8 للطرق بتعمل بيها ختان الاناث، حتى لو افترضنا جدلا ان الكلام ده صح، احنا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده سنه ليس فرض وجوبي. سنة وليس فرض وجوبي، ده هو اللي بيقول حتى انها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فسنة فليس فرض وجوبي، فهي في النهاية
ليست إلزامية، ده رقم واحد. رقم اتنين، حتى ما فيش دليل شرعي ولا فقهي عن ثبوت أنها سنة. رقم تلاتة، أن العصر غير العصر، والزمن غير الزمن، والمكان غير المكان، وكل فقهاء العلم في الإسلام أجمعوا على أن ما يخص الصحة، ما يخص الصحة، المفتي فيه هو الطبيب وليس الشيخ. اسألوا نصر فريد واصل، اسألوا عبد الله النجار، اسألوا علي جمعة، وقولوا له كده عايزين نسألك في مسألة فقهية تخص الإنجاب، تخص إن الحامل تصوم ولا ما تصومش، المريض اللي عنده السكر يصوم ولا مش عارف كذا، هتلاقوا الإجابة واحدة عند هؤلاء القمم في العلم الإسلامي، هيقولوا لكم الطبيب هو المفتي. معنى كده إن إحنا نلجأ للطب وصحة المرأة، فالطب وصحة المرأة والتقدم والتحضر والمساواة والعدل وعدم قهر النساء وعدم قهر الفتيات يتطلب عدم ختان الإناث، ده أبسط حق من حقوقهم. النائبة الأستاذة أمنة نصير، مساء الخير يا فندم. مساء النور على حضرتك وعلى المشاهد الكريم. ازاي معاليك يا فندم، إن شاء الله تكوني بخير. أنا بخير الحمد لله، وإن شاء الله تكون حضرتك بخير. والله في نعمة يا فندم الحمد لله. أستاذة أمنة، بعد إذن حضرتك تقول لنا اللي دار النهاردة في البرلمان، وما تعتقدين أنه الصواب في مسألة تجريم ختام الإناث. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه القضية انشغلنا بها الأساتذة في جامعة الأزهر من عدة سنين مضت، واستمرينا في هذه الأبحاث، وشارك فيها فقهاء وعلماء بشري، طب بشري، وعلماء إنسانيات، وانتهينا قعدنا عدة سنوات كل مؤتمر، وكان بمباركة فضيلة الإمام رحمة الله عليه الدكتور سيد طنطاوي رحمة الله، وشارك معنا الدكتور علي جمعة وربنا يسلمه ويديله الصحة، وهناك كثير من الأئمة الذين شاركوا في هذا الأمر. انبرت لهذه القضية المجلس القومي للمرضى، وكلفت من قبلهم ان انا اعد بحثا من المنظور الشرعي والانساني والطبي ما انتهينا اليه في المجلس في المركز السكاني الدولي للجامعة. تمام. وانتهينا الى الاتي، ان قضية خفاض الاناث، ده اللغة الصحيحة، الختان للذكر وليس للانثى. تمام. ولكنها تطلق نوع من الإبهام أو التدليس، يكن ما يكون. فانتهينا إلى أن هذه عادة أفريقية متجذرة في يعني في حوض النيل، من القاهرة إلى السودان إلى جيبوتي إلى النيجر إلى نيجيريا، هذه هي المنطقة. وصلتم إلى أنها عادة أفريقية قبيحة، وللأسف التقطها بعض رجال الدين من الشيوخ وربطوها بعفة المرأة، وهو أمر عجيب. أرجع للأدلة اللي استعملوها. أولا القرآن الكريم خلى تماما من هذه المسألة. تمام. نأتي لهذا الحديث الضعيف الذي ضعفه أهل الحديث وأهل الاختصاص مثل الإمام المنذر، اللي هو حديث السيدة معطية الداية اللي كانت موجودة في المدينة. على فكرة للمشاهد الكريم، هذه العادة لم تكن موجودة في مكة، إنما وجدت في المدينة لوجود الثقافات المختلفة والأديان المختلفة في هذا البلد الأمين. الأم عطية كما يقول الحديث الذي ضعف، لأن اللي رويه واحد اسمه الحجاج ابن أرطاء. ابن أرطاء هذا عرف بالتدليس وبالوضع، حتى أن الخليفة عمر بن الخطاب جلده على هذا الوضع الذي أكثر منه. نعود بالحديث، عندما رأى الرسول عليه الصلاة والسلام السيدة أم عطية فسألها: أما زلت أيتها المرأة تقومين بهذا العمل؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: إذن أشني أشني ولا تنهكي، فإنه أحظى للزوج وأنظر لوجه الزوج. هذا الحديث المجمع على ضعفه، ومع هذا يتشبث به
تحت مقولة عفة المرأة، شرف المرأة، ضبط المرأة، وإلى آخر هذه الأقوال السخيفة، وهي كثيرة جدا سقتها في البحث الذي قمت بعمله أيام ما طلب مني من المجلس القومي المرأة. نأتي للحديث الآخر، إذا التقى الختانان وجب الغسل. هنا ما يعرف في اللغة العربية لغة التغليب، زي ما نقول الأصفران الأصفر الحرير والذهب، وزي ما نقول الأبوان الأم والأب، وزي ما نقول العشاءان المغرب والعشاء. فهذه اللغة الراقية الرمزية إذا التقى الختانان هي لغة التغليب. أنا ما سمعني حضرتك بتقول إيه؟ بقول لحضرتك هي لغة التغليب. التغليب بالضبط كده. هذا النص الذي جاء عند الإمام في موطأ الإمام مالك، وفسرته بمباركة من أهل الاختصاص معي. الحديث الثاني اللي هو الختان سنة للرجل ومكرمة للمرأة. مكرمة المرأة هنا في هذه قضية تتعلق بالصحة في العلاقة الزوجية الحميمية. نعم. بختان الرجل يعود بالصحة والشفاء من أي مرض للمرأة لما يكون في عضو الرجل. أحسنت يا أستاذة أمنة. أنا آسف طبعا للمقاطعة، بس الحقيقة شفيتي ووفيتي، يعني أعتقد أن كلامك ده حتى لو رجال بعض رجال الدين المتشبثين بالكلام اللي هم بيقولوه سمعوا وعاد إلى النصوص وعاد إلى العقل السليم، أعتقد حيتأكد أنه عمر ما الإسلام يبقى هدفه هو قمع المرأة أو ظلم المرأة أو وضع نوع من القيود على المرأة. المرأة كالرجل. تعليق أخير يا أستاذ. تفضل يا فندم. جملة واحدة. يعرف يعني أتمنى أن أحد يأتيني بأي نص أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن أو أي أحد من بناته تم تختينهن أو خفاضهن. أحسنت. أتحداهم. أحسنت. لو يعني وفوني بهذا الأمر، وأحيي الأسرة المصرية وأقول لها ارحمي ابنتك وأفيقي إلى صحيح الدين، وشكرا. بارك الله فيك، الشكر الجزيل لحضرتك الموصول لعلمك وأدام الله عليك هذا العقل. طيب هنأخذ المرأة ولا نأخذ الهجرة؟ الهجرة مهم. طيب طب نقفل البرلمان. طب في دقيقة القصة وحاولها بسرعة، ايه التخبيط ده؟ تمام. بسرعة كده هقول لحضراتكم القصة التانية اللي قلت لكم عليها، حصل عليها جدل النهاردة، بس مش هكلم فيها كتير عشان هكلم فيها مع ضيفي العزيز بعد الفاصل. وبالمناسبة ضيفي النهاردة شخصية مهمة ومحترمة الحقيقة، وانا سعيد بإجراء حوار معاها لانها واحد من الناس اللي كان لهم اسهام في انجاح دور الانعقاد الاول للبرلمان. ضيفي النهارده هو السيد النائب السيد الشريف وكيل اول مجلس الشعب. القصه بسرعه حصلت حوالين الاعلام النهارده. النهارده الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس انتقد بشده هجوم واحد من الاعلاميين زملائي الاعلاميين عليه بالامس في البرنامج الحواري بتاعه، لان الدكتور علي عبد العال رفع امبارح علم مصر عندما اقر البرلمان قانون بناء وترميم الكنائس. فرفع العلم المصري الدكتور علي عبد العال في رسالة إلى أن النهاردة يتعانق الهلال والصليب تحت الراية المصرية، وتعود مصر لزمن يحيى الهلال مع الصليب، وأن في عدالة دلوقتي ما بين الكنيسة والجامع، وكلام رائع كذا. زميلي الإعلامي، وأنا بقول لكم كلام هنا من غير طبطبة من بيت القنوات، هقول لكم واحد من هو الدكتور علي عبد العال زعلان من إبراهيم عيسى. إبراهيم عيسى زميلي الصحفي والإعلامي المحترم هو اللي امبارح طلع في برنامجه وانتقد وهجم بشدة الفعلة التي قام بها الدكتور علي عبد العال برفع علم مصر، وقعد يهاجمه ويسخر شوية من هذه الفعلة وكأنك فتحت عكة وكذا ومش عارف ايه. فتضايق جدا الدكتور علي عبد العال النهاردة وأظهر هذا الضيق قدام النواب، وقال انه في حد كذا 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 كذا. فواحد من النواب قال له طيب يا دكتور يا رئيس المجلس، طب ما ترفع بلاغ لو انت شايف ان في تهجم على قيمة المجلس وعلى شخص حضرتك، اعمل بلاغ للنائب العام ضد هذا الإعلامي. فرد الدكتور علي عبد العال وقال له احنا مش بتوع بلاغات، يا جبل ما يهزك ريح، والجبل هنا معناه البرلمان طبعا، يا جبل ما يهزك ريح. وبعدين اللي زوده بقى في رأيي انها
زائدة لم يكن لها لزوم من الدكتور علي عبد العال لما قال: وعلى العموم قانون الصحافة والإعلام عندنا هنا في البرلمان وحنناقشه كمان شوية، مش كمان شوية يعني، كمان شوية كمان شوية يعني، في غالبا في الدور النقاد الثاني. فقانون الصحافة والإعلام عندنا واحنا اللي هنناقشه، فبالتالي احنا هنعرف نتصرف ازاي مع الإعلاميين. وهي دي الزائدة التي لم يكن لها لزوم، لأنها تحمل في طياتها تهديدا للإعلام لا يجب أن يصدر من رئيس المجلس، وهو رجل محترم ومضبوط اللسان، فأعتقد أنها زلة لسان. ويخلينا في النهاية أنا كإعلامي هنا، رغم أن أنا برا الصراع الخلاف الشخصي ده، أبقى الآن لما البرلمان يجي يناقش البتاع، لأنه ساعتها هيبقى خصمه حكم، لا أنا عايزه حكم بس يناقش الإعلام والصحافة وقانونهم بمنتهى الموضوعية والحيادية، لأن إحنا هنا في الحياة اليوم وعلى لسان العبد الضعيف كان من أول الناس اللي بتطالب بقانون الإعلام لضبط الفوضى الإعلامية. وبالمناسبة في الآخر علي عبد العال قال: وفي الآخر كده هم اتنين إعلاميين اللي بيشتغلوا ضد البلد وعاملين مشاكل وإثارة. بس أنا مش حاضر بقى هنا أقول لكم هو يقصد مين، رغم إن أنا عارف وربما بعضكم تكونوا ملمحين. كنت بس مستني الأستاذ شماء بتخلص كل التعليمات. طيب، فساد القمح. النهاردة الدكتور السيد النائب العام المستشار الجليل أمر بدراسة تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر عن البرلمان المصري في مسألة فساد الأقماح وتوريد الأقماح والصوامع والشون، وهي القضية التي لاحقت وزير التموين ومعاونيه وبعض الشركات الأخرى. وكمان النائب والمباحث الأموال العامة ونيابة الأموال العامة، أنا آسف، نيابة الأموال العامة أمرت بضبط متهمين جديدين في هذه القضية. وأنا بقول لحضراتكم أن هذه القضية أكبر مما سمعتوه، هذه القضية كل يوم هتتكشف فيها أموال جديدة، وهيتكشف فيها متهمين جدد، وهيتكشف فيها فلوس كتير اتنهبت، والأيام بيننا. وزير التخطيط أعلن النهاردة أنه بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية سيتم صرف علاوة 7% التي كانت منحت للموظفين بأثر رجعي من شهر يوليو. انتوا عارفين حضراتكم بعد شهر سبتمبر، فال7% الزيادة دي خلاص بعد ما القانون بتاع الخدمة المدنية اتطبق، كل واحد هياخد الزيادة دي من الموظفين 7% بأثر رجعي. يعني مرتب شهر يوليو اللي انت قبضته هتلاقي فيه فرق 7% ليك هيتقبض، و8 كمان كذلك، و9 لو كنت قبضته كمان. أخيرا وليس أخيرا، النهاردة وزيرة الهجرة السيدة المحترمة النشيطة الحقيقة نبيلة مكرم اللي صورتها قدام حضراتكم على الشاشة قالت تصريح أنا في رأيي أنه سيثلج صدور الملايين من المصريين المقيمين في الخارج والمغتربين. إحنا شخصيا في البرنامج وأعتقد وزارة الهجرة وزارة الهجرة كمان تلقت آلاف الطلبات من المصريين في الخارج المقيمين في الخارج، بأنه لما بيحب المصري يرجع، هو كان قاعد في السعودية ولا في لندن ولا في أي حتة وشاري عربية وشاري بيت وكذا، طيب البيت مش عارف ياخده معاه فالبيت بيبيعه، العربية بقى اللي هو كانت معاه ده بيقولك أنا مش عارف أجيب زيها هنا في مصر، والعربية لو بعتها برة مش هتجيب لي 2.5 جنيه، لأن انتوا عارفين سوق العربيات برة مش زينا، العربيات المستعملة غالبا بتتكهن. فبالتالي قالك أنا من حقي أنه يسمح لي أن أنا أرجع بعربيتي وممكن أدفع عليها بعض المصاريف، لكن هنا في جمرك يقطع الرقبة. فكان طول الوقت الطلب من الوزارة ومن الحكومة يا جماعة يسروا لنا الموضوع. لأول مرة عبر الحكومات المصرية الطويلة اللي كانت ود من طين ومد من عجين، لأول مرة وزير في الحكومة على لسان نبيلة مكرم تقول نحن ندرس ملف الإعفاء الجمركي لسيارات المصريين في الخارج، ولو ده حصل مش هنخسر فلوس، بالعكس هنكسب وهتكسبوا حاجات أكتر. مجرد سعادة الرجل المصري المقيم والمغترب بالخارج ده بأن بلده بتراعيه هيحول فلوس للبلد، ورجله هتاخد على البلد، وهيبتدي يجيب حاجات كتير للبلد، بدل ما هو بيقول لك طب انتوا والله ما عاملين كده، طب والله ما هتشوفوا دولار. فسلمني نظيف أسلمك نظيف. هسيب حضراتكم مع تقرير عن المجلس القومي للمرأة، ومن بعده سنذهب إلى الفاصل، وبعد الفاصل أستضيف ضيفي الموقر، عضو البرلمان الموقر ووكيل المجلس الموقر دكتور سيد الشريف، بعد الفاصل. بحضور كل من أمين عام اللجنة الأولمبية
وممثل عن وزارة الشباب والرياضة وعضوات البرلمان المصري وأعضاء المجلس، نظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي احتفالية كبرى لتكريم اللاعبات المصريات المشاركات في دورة الألعاب الأولمبية 2016. أنا طبعا شاكر جدا للمجلس القومي للمرأة للاحتفالية دي، وإن هم بيقفوا خلف اللاعبات المصريات اللي عندنا. احنا عندنا في اللجنة الأولمبية المصرية في لجنة المرأة، والإنجازات اللي عملوها البنات المصريات في الدورة في الأولمبية إنجازات محترمة جدا. العنصر النسائي أثبت حضوره في دورة الألعاب الأولمبية والتي قامت مؤخرا في البرازيل بمشاركة 37 لاعبة مصرية، واستطاعت لاعبتان منهن الفوز بالجائزة البرونزية، وهما اللاعبة هداية ملاك التي فازت في لعبة التايكوندو وسارة سمير في رفع الأثقال. احنا فعلا بيتقابلنا مشاكل كتير وصعوبات كتير، بس عشان احنا عايزين نعمل حاجة وبنحب اللي احنا بنعمله فبقى محتاجين حد يشجعنا. بس صراحة تكريم زي ده بيبقى يعني كافي جدا ان نخلي الواحد يطلع اكتر واكتر ان شاء الله. تكريم اللاعبات المصريات في الألعاب الأولمبية خطوة إيجابية لدعم مختلف أنواع الرياضة في مصر، كما أنها تعطي دفعة إلى الأمام لتشجيع جميع الرياضيين في مصر للمشاركة والفوز بالبطولات. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. أنا نوهت لحضراتكم قبل الفاصل عن ضيفي العزيز، وخلوني قبل ما رحب بيه أقول لحضراتكم على أنه الحقيقة ضيفي العزيز وكيل مجلس النواب شخصية مختلفة. مختلفة أولا لأنه قليل الظهور في الإعلام، وأنا بشكره طبعا شكرا جزيلا على تلبية هذه الدعوة واختصاصنا بهذا اللقاء. رقم اثنين، لأنه الكل يجمع داخل مجلس النواب على أنه هو الشيخ العرب، بس مش الشيخ العرب همام، الشيخ العرب السيد الشريف اللي بيعمل على إطفاء كل الحرائق وبيحاول طول الوقت تجميع الفرقاء ومحاولة التركيز في الإنجاز، تركيز في الموضوعات وإبعاد الخلافات الشخصية. ويحسب له كمان مع إدارة المجلس ورئاسة المجلس الدكتور علي عبد العال ومع زميله الوكيل الآخر سليمان وهدان على وصول مركب المجلس إلى شط الأمان على الأقل في دور الانعقاد الأول. ضيفي العزيز هو الأستاذ السيد الشريف وكيل مجلس النواب. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم. ازي حضرتك؟ أهلا وسهلا. وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة. وأنا عارف أن حضرتك مش من أنصار كثرة الدور في الإعلام، بس ده شرف كبير. لا أهلا وسهلا بك. شكرا جزيلا. فعلا رجل المطافئ في البرلمان. أتمنى أن أكون دائما يعني خادم للجميع، يعني أنا جئت للمجلس بفضل الله تعالى، طبعا ده تكليف، وأنا بعتبر أني ليست المنصب هو ما يشغلني، ولكن أنا مواطن بسيط بحاول أن أنا أدي دوري في الفترة اللي أنا بعيشها في حياتي، أني حب لبلدي وحب لاستقرار بلدي وحب للناس كلها. أنا يمكن الحمد لله من فضل الله علي إن أنا يمكن ليس لي خصومة حتى في العمل السياسي. دائما يعني أتذكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى في المشورة وفي الرأي، وأيضا أتذكر المقولة اللي كان بيقولها سيدنا الإمام الشافعي عندما كان يقول رأي صواب يحتمل الخطأ ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أحسن. الاحترام الرأي والرأي الآخر وعدم وجود الخصومة والخلافات السياسية وحتى الشخصية مع أحد يجعلك يعني حكم عادل، يعني الكل فعلا لما بيحتار أو بيختصم أو بيحصل نوع من الخلافات جوه المجلس ما بين النواب يقولون ليس لها إلا الشريف، يعني بيذهبوا إلى مكتب السيد الشريف وبيخرجوا متعانقين متحبين. الحمد لله. لا أنا يعني بما أملكه من حب لدى الجميع، السادة الزملاء النواب أفاضل، وأنا إذا دائما أقول يعني إذا كنت أنا وكيل المجلس فلست أفضل السادة النواب. تمام. هناك كثير كثر جدا من السادة الزملاء أفاضل ويستطيعون على العمل. طب. ولكن إحنا الدور المرحلة الحالية اللي إحنا فيها حاليا ومقتضيات يعني حبنا لبلدنا يعني يتطلب مننا إن إحنا نرتقي بمصر ونرتقي بأنفسنا من المصالح الشخصية الضيقة إلى المصلحة العامة. تمام. ودي الكلام كله اللي احنا فكرة وكالة المجلس جت ازاي يا فندم؟ يعني عندما ترشحت للانتخابات اكيد ما كانش لسه في
تصورك فكرة نعم. وكالة المجلس، فالفكرة جت بإقدام من حضرتك ولا ترشيح من الآخرين؟ رقم اثنين، لمن لا يعلم من السادة المشاهدين، إيه هي المهام المحددة لوكيل المجلس أو لوكيلي المجلس؟ أولا أنا طبعا الحمد لله تعالى، يمكن فترة وجودي في المجلس فترة يمكن طويلة جدا، بحكم الخبرة السابقة إن أنا من برلمان 87-90، ويمكن كنت أصغر نائب دخل البرلمان وأيام الدكتور مرحوم رفعت المحجوب رحمة الله عليه. رحمة الله عليه، وأنا بعتبره من الشخصيات اللي أنا تعلمت منها رغم الضغط. المحجوب طبعا كان من العلامات وكثير جدا حتى من المعارضة، يعني رغم أن أنا كنت في الأغلبية إلا أن أنا دائما وأبدا لا أفرق بين معارض وغير معارض سواء من الأغلبية أو من المعارضة. أنا كنت بتعلم من أساتذتي، ويمكن كثير جدا من الاجتماعات اللي كنت بجلس فيها مثلا على سبيل المثال، رغم أنه كنت ممكن أختلف في الرأي معهم، زي مثلا الأستاذ خالد محي الدين، ده يعني من الشخصيات العظيمة طبعا، القامات الكبيرة أيضا، يمكن الشخصيات العظيمة اللي هي زي السيد المرحوم ممتاز نصار وجمال القاضي، وكل دي ربت فيها أيضا فترة رئاسة الدكتور فتحي سرور ممتاز. وهذا العالم الجليل، ولا لازم أديله حقه برضه كأستاذ قانون، أيضا تعلمت على يعني إيديه كثير جدا من الخبرات السياسية. من لم يشكر الناس لم يشكر الله، صحيح. فبالتالي أساتذتي وأنا في العمل السياسي تعلمت منهم الكثير والكثير. أيضا هذه المرحلة لما جاء كنت في هذه المرحلة نقيب الأشراف، وأنا كنت في فترة لغاية هذه الفترة أن مجرد استلامي لتكليف بتعييني نقيب للسادة الأشراف اعتزلت العمل السياسي، ولكن في مقتضيات الوطن أعلى وأسمى إن أنا لازم أقدم ليها. لما طلبت فعلا قلت لهم أنا تحت أمركم، وتقدمت للعمل النيابي مرة أخرى خدمة لبلدنا، وفي نفس الوقت جرى الكلام مع السادة الزملاء على يعني اختياري وترشيحي لوكالة المجلس. وأنا فعلا لم أبدي في مرة إن أنا طلبت هذا الأمر، ولكن أنا أشكر زملائي والحمد لله. يمكن أنا لا أنسى أبدا الموقف اللي أنا مريت به في داخل قاعة المجلس، وإني الغالبية العظمى من السادة الزملاء كانوا أجمعوا على اختيار شخصي الضعيف، والحمد لله أنا أتمنى أن أكون يعني موفق في خدمة بلدي وأيضا مساعدة زملائي النواب، وإحنا بنحط لبنة. وبالتالي خلينا أتكلم مع سيادتك بمنتهى الشفافية والصراحة. تفضل يا فندم. يعني إحنا محتاجين كل واحد فينا يستشعر بقيمة مصر، وإن هذه المرحلة وهذه الأيام بالذات تحتاج إلى كل واحد فينا يقدم ما يستطيع بالعمل والمخلص والجاد. خلال الفترة السابقة يمكن أنا بخبرتي البسيطة في داخل العمل البرلماني من 87-90 إلى هذه اللحظة، ويمكن أكرمني الشعب، وخاصة أنا كنت من وأنا لازلت بأشرف بأن أنا أنتمي إلى بلدي في أخميم وفي مركز أخميم بمحافظة الصهايج، وطبعا أنت عارف الصعيدية طبعا لا ده أنا عندي هنا أنصار في الكنترول، أنا سامع تسقيف دلوقتي مجرد بس قلت صهايج فيعني أنا في ضرب نار في الكنترول دلوقتي فأنا يعني صراحة يعني لي شرف أن أنا اتعلمت في بيت يعني أهم شيء عنده الأخلاق وكيف يتعامل مع الناس. ممتاز. ودي اللي احنا محتاجين نأصلها. تعرف حضرتك يا زين بينه واحد من الأسباب اللي دعتني للفرحة الشديدة والسعادة عندما تم تعيين علي عبد العال دكتور عبد العال رئيس المجلس، وحضرتك وكيل المجلس، ومعاكو طبعا النائب المحترم سليمان وهدان. الدكتور علي عبد العال من الأقصر أعتقد؟ لا من أسوان. من أسوان مظبوط. فقلت انه رئيس المجلس ووكيل المجلس من الصعيد ده في حد ذاته يعني شرف للمجلس وانتصار لصعيد مصر.
لان صعيد مصر انا طول الوقت انا يعني شهادتي مجروحه فيه رغم ان انا مش من الصعيد وكنت اشرب بالانتماء اليه بس انا طول الوقت بقول ان اصل مصر هو صعيد مصر والابداع والاحترام والتقاليد والعراقه وكل والسياسيين والادباء صعيد مصر. ما هو الشيء الملفت كان للنظر بصراحه ان يعني حتى الساده الزملاء ابناء وجه بحري اللي يعزوا علينا كان موقفهم مشرف جدا يعني لدرجه ان انا كانوا بيدفعوني دفعا على التقدم للترشيح. وده دليل على ايه؟ احنا هنا يجب ان احنا نعلم تماما ان احنا كلنا ابناء وطن واحد ولازم كل واحد فينا في هذه الفتره. وانا نداء من القلب من خلال برنامجك ويمكن انا قليل ونادر جدا ان انا اخرج في البرامج ولكن انا انتهز هذه الفرصه اقول لشعب مصر مصر بخير وان شاء الله رغم الصعاب اللي احنا بنواجهها الا ان مصر قادره باذن الله ان تخطو الى الامام ان شاء الله. وانا اذكر حضرتك يمكن بموقف حضرتك دي طلعت سوهاجي شويه صح؟ حضرتك دي طلعت سوهاجي شويه اقول لك شويه يعني قول قول لي يا ريس. انا كنت في مؤتمر وكان حاضره في كان في المغرب كويس وكان حاضره رئيس الوزراء الاسباني وبعض فكانوا بيسالوني اسئله واسئله عن مصر وكله كان بيتكلم ان مصر دي محوريه وان خايفين وان مصر ما تعديش من المشكله. فقلت لهم قلت لهم باذن الله تعالى انا عايز اقول لكم حاجه اللي يقرا التاريخ بتاع مصر استريح. مصر لما ذكرها المولى عز وجل وفي القرآن وذكرها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقال إن بها خير أجناد الأرض وأهلها في رباط إلى يوم الدين ده ما كانش من فراغ. فلن يحدث شيء لمصر إحنا بلد الصعاب بالعكس عايز تختبرونا مر بينا بأي شيء صعب وحنعديه. والدليل على كده إن شوف أنت في المنطقة ما حدث الحمد لله نحمد الله طبعا ربنا كرمنا كرم كبير الحمد لله ان احنا بنعدي من هذه المشاكل. طيب خلينا كمان قبل ما نخش في الملفات الساخنه عشان نقفل بطاقه التعارف الاوليه اللي بحاول اعرف بيها ضيفي العزيز الى الساده المشاهدين باعتباره قليل الظهور وكتير من الناس اللي كانوا بيقولوا قلنا يعني هذا الرجل شويه لغز لانه غامض وقليل الظهور فعايزين نسبر اغواره باللغه العربيه الفصحى يعني او نكتشف اسراره. فانا قلت لهم اتركوا لي هذه المهمه لان انا عارف ان اغواره انقى كمان من ظاهره يعني الحمد لله. فكره نقابه الاشراف وفكره الانتماء للنقابه والعمل في نقابه الاشراف اولا ليه الانتماء؟ يعني ممكن تكون حابب الفكره حابب الفلسفه حابب الطريقه والاخلاق والاسلوب وكلنا طبعا بنتعلم ونقدر سيره سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. لكن ليه فكره الانتماء الرسمي والعمل النقابي فيها وايه اللي اضافته على شخصيه السيد الشريف؟ اولا يعني انا احب اوضح في النقطه دي نقابه الساده الاشراف في مصر ليست وليده سنه ولا سنتين ولا 10 سنين ولا 100 سنه. جاءت فكرة إنشاء نقابة السادة الأشراف منذ مقدم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها عام 61 هجرية وجاء معها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا من أبناء آل بيت رسول الله وكان أولهم سيدنا علي زين العابدين رضي الله عنه تمام. وانتشروا في حديث لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سبب ونسب منقطع إلا سببي ونسبي. كان هذا أمر دائما هذه الأسرة الطيبة الدوحة النبوية الشريفة واجب علينا أن احنا نحافظ على أنسبها. ولذلك جاءت فكرة نقابة الأشراف بمصر لما انتشر آل بيت رسول الله في ربوع مصر. فكان هناك اجتماع في عام 202 هجرية وفي هذا العام اجتمع أبناء السادة الأشراف وقرروا إن هو يبقى فيه ليهم نقابة تحت رئاسة لفظ نقيب. والعلم حضرتك إن نقابة الأشراف في مصر تعتبر هي مرجع لأنساب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العالم.
بما لديها من وثائق ومستندات. تمام. الهدف الأسمى أيضا بجانب شرف الانتساب أن الشريف لا يتميز عن آخر من المواطنين إلا بالتقوى. اقتداء بقول رسول بقول الله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، واقتداء بحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. بمعنى قربك من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يكون بحسن الخلق أكثر الناس أحاسنكم أخلاقا، الموطؤون أكنافا اللي هم أكثر الناس تواضعا وأكثر الناس ألفة. ولذلك إحنا دائما وأبدا في مهام من نقابة الأشراف أن تتوضح هذا الأمر، بالإضافة أن لها هدف اجتماعي كبير جدا غير ظاهر ممكن، إنما هو منتشر في البلاد. جميع لجان فض المنازعات تلاقي أبناء السادة الأشراف هم يشاركون الأسر الأخرى، وهذا لا يقلل أبدا من شأن الشريف وجزء من الوطن. الآن هو شريحة من شرائح الوطن ولا يتميز عن الآخرين إلا بأدب الخلق والاحترام والمكابدة. طيب هي بس النقطة الأخيرة، إنه بس حصل بعض الدعاوى، يعني في ناس كتير ادعت أنهم نقابات للأشراف أو جمعيات للأشراف، وانتشر الموضوع بقى في تليفونات تيجي للناس، ده أنت شريف تعالى مش عارف ادفع إيه وبتاع، فهل لها ضبط وربط ولا يعني سيب الناس كلها تنتسب؟ مع احترام لحضرتك، النقابة الوحيدة اللي على مستوى العالم اللي تعتبر محتفظة بهذا النسب الشريف، من الوارد جدا مع العلم الحديث والفيسبوك والنت ومش عارف التويتر فبيحصل بعض الناس ان هم بيحاولوا ان هو ينشئ حاجات وهمية انما احنا بعيدين كل البعد عن ان اكد هذا الكلام، واحنا ان بنعتبر انتساب الشخص الى الاسرة والدوحة النبوية هو تكليف ومسؤولية والتزام. هو مسؤولية. مسؤولية مش تكريم. هي مش مسألة يعني، والشرف جاي من أصل النسب. تمام. طيب. احنا ممكن نروح لفاصل. طيب. انتهت بطاقة التعارف. هنروح لفاصل. بعد الفاصل نبدأ ملف البرلمان، كشف حساب لدور الانعقاد الأول في البرلمان، وليس أفضل من وكيل المجلس ليعطيني تقييم شخصي لكل الملفات الساخنة التي حدثت في برلمان مصر بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم، عدنا بعد الفاصل. الحوار موصول مع ضيفي العزيز الوكيل الموقر للمجلس الموقر السيد الشريف، أهلا بك مرة ثانية. أهلا وسهلا. نفتح ملف البرلمان في دور الانعقاد الأول، والحقيقة كان برلمان أسخن حتى من توقعاتنا، وشهور أسخن من البدايات. لازم أعترف لحضرتك أن حتى كنتش متحمس أوي للبرلمان في البداية وقت الانتخابات واللي حصل في الانتخابات، لكن الحقيقة فاجئتونا أن أنتوا أسخن وأنشط مما توقعنا. لكن في انتقاد بيوجه للبرلمان مفاده أنه اديتونا بدائل جيدة أن أنتوا هتعملوا نوع من الدفاع الحقيقي عن أحلام المواطن وأمال المواطن، لما في الأول اشتبكتوا مع الحكومة ورفضتوا قانون الخدمة المدنية، ثم بعد ذلك تحول البرلمان إلى برلمان الموافقون، وافقتوا حتى على قانون الخدمة المدنية، وافقتوا على قانون القيمة المضافة، وكل طلبات الحكومة استجبتوا لها على عجل. طبعا كلام سيادتك ظاهره الرحمة وباطنه والله ولكن انا بس عشان اوضح، لان ده انا واجبي ان انا اللي حضرتك كل اسئله واراء الشارع، وحضرتك طبعا موجود. لا ما انا عليك. انا مبسوط لان برضو دايما اقول لزملائي يجب ان كنتوا تفرقوا ما بين الشخصيه العامه والشخصيه العاديه. طبعا. الشخصيه العامه يجب ان يكون صدره يتسع لكل نقد محترم وكل بدون تجريح. طبعا احسنت. أولا لازم نكونوا يعني واضحين، وأنا هتكلم بمنتهى الصراحة. تفضل يا فندم. المجلس، هذا المجلس، وأنا بخبرة يعني يمكن من 87-90 بدأت في سنة 90 العمل النيابي إلى هذه اللحظة، أنا أشهد وأنا لا أقول إلا الصدق،
إن هذا المجلس فعلا من المجالس المميزة على مدى تاريخ الحياة البرلمانية منذ 1924، وأنا ما بتكلمش من فراغ لأني بناء على واقع حقيقي. أنت بشوفتش جلسة تمر داخل المجلس عمرها 17 ساعة أو أكثر من 17 ساعة وظل النواب، ما شفتش مجلس يبدأ البنيان التشريعي بتاعه بإقرار مشروعات بقوانين صدرت في غيبة المجلس وقت المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت وكذلك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحالي. صدرت هذه المشروعات بقوانين وعددها 342 مشروع قانون طبقا للدستور وطبقا للمادة اللي موجودة في الدستور. مطلوب من المجلس إنهاء مشروعات القوانين في فترة لا تتجاوز 15 يوما من وقت انعقاد المجلس. هذا الأمر أنا شهدته لم أشهده في حياتي، إنك أنت تظل في المجلس ليل نهار. إحنا أحيانا كنا يعني منغير القميص والبدلة ونقعد ونشطف في داخل المجلس عشان نقر مشروعات القوانين. تمام. حتى لما جاء مشروع القانون الخدمة المدنية، وأنا أحب أوضح لحضرتك فضل. واستشعر المجلس، كان المجلس ولا زال المجلس، وأنا أكد ليك أن مجلس بالدرجة الأولى مصري خالص محب لبلده بدرجة 100% مش درجة 99%. وأنا لا أقول إلا الصدق والحق. معنى إيه الكلام بتاعي؟ يعني النهاردة عندك مجلس مقدم على حركة برلمانية جديدة، عايز لائحة جديدة. عندنا مقتضيات حركة داخل اللجان تتطلب التوسع في عدد اللجان عشان نستوعب بعض اللجان اللي هي زي الطاقة والمتجددة وزي مشروعات الصناعات الصغيرة، بعض المجالات الجديدة اللي تم استحداثها. وكان العدد 19 لجنة أصبح 25 لجنة. تمام. اللائحة الجديدة عدد المواد اللي احنا أعدناها حوالي 438 مادة، ودي لائحة كبيرة جدا. بحكم خبرتي في البرلمانات الخارجية وأيضا دراساتي اللي أنا درستها في الحياة النيابية خارج مصر، درست في إيطاليا ودرست في إنجلترا ودرست في حتى في دول آسيا والدول العربية في الكويت المغرب، البرلمانات اللي فيها واللوائح اللي لا احنا عملنا شغل يعني فعلا عشان نخرج بمجلس له قيمة يمكن كبيرة جدا. والدليل على كده يمكن الكلام اللي تكلمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية افتتاح الدورة البرلمانية، تكلم على لفظ ممكن يعدي على بعض الناس، بناء الدولة المصرية المدنية الديمقراطية الحديثة. هذا اللفظ اللي اتقال ده مطلوب من المجلس النيابي، ده تكليف، ده يعتبر تكليف. وبالتالي احنا بنحول هذا الكلام مش لمجرد شعارات. تمام. عشان أأكد ليك والله يعني فعلا يا أستاذ سامر، مضى عهد اللي هو الشعارات الجوفاء. تمام. مضى عهد الكلام اللي هو غير واقعي. طيب انا عايز انا مقدر الجهد اللي بذل سواء في انجاز مشروعات القوانين اللي كانت مطلوبه في 15 يوم، وعجبتني مش حاضر اقول الحيله لكن التخريجه القانونيه والدستوريه اللي انتوا عملتوها علشان تنجزوا هذه القوانين، ثم الجهد الرائع في استحداث اللجان وانشاء اللجان وانتخابات اللجان، ثم مواد اللائحه الداخليه، وده جهد رائع، بس ده كله جهد على المسار الاجرائي من حيث الاجراءات. انا هنا بتكلم عن المنهج اللي بينهجه المجلس. انا بقول لحضرتك انه بعض السادة المواطنين وهم من انتخبوكم، هم من اعطوكم اصواتكم، اصواتهم لدخولكم البرلمان، بيقولوا كانت توقعاتنا من المجلس ان يكون ربما اكثر حسما وصرامة عند تعامله مع الحكومة، وانه رغم البادرة الجيدة اللي في الاول بهي الوقوف لهم امام قانون الخدمة المدنية وقالوا لا هذا القانون قد يظلم الموظف وكذا وكذا، إن ما شفناش بعد كده بالبلدي كده أمارات للمجلس. قانون الضريبة بتاع القيمة المضافة لم حتى الحكومة لم تسوقه بالشكل الجيد لنفسها. يعني الحكومة ما كانتش مسوقاه
وهي كانت حتى على لسان وزير المالية ان احنا جاهزين لثلاث ايام لعرضه على البرلمان، خلصوا معاكم في يوم واحد. فبالتالي معناها ان البرلمان كان جاهز للموافقة دون تأني وتمحيص وتدقيق. هل فعلا انتوا امام مشروعات اللي بتقدم من الحكومة امام ضغط الحكومة اللي انا عارفه موجود؟ الحكومة بتقول لك احنا مقدمين القانون ده ومستعجلين عليه وضرورة ملحة للاقتصاد القومي، وانا عارف الكلام اللي بيتقال لما يجي لك وزير التخطيط او الاستثمار او المالية او كذا. هل انتوا بيبقى فيه نوع من انواع الاستجابة شوية لهذا الضغط الحكومي وتمرير القوانين؟ برضو لو استركت لسيادتك اكمل اللي انا برضو مش عايز ايه ولا تقربوا الصلاة ونروح نسكت. فلتسمح لي بقى سيادتك ان انا اوضح عشان برضو في مفهوم. احنا انا كويس كلامك ده اللي بيتقال عشان نوضح للناس. فضل. اللي ايده في المية اللي ايده في النار غير ايده في المية. خدت بالك؟ سهل جدا انك انت تقول ان بكرة الصبح ان الحياة وردي وهنعمل ونسوي. تمام. لا انا لازم اصارحك واصارح الناس ان في كم من المشاكل كبير جدا. كم من التراكمات ليست وليدة المسؤول الحالي ولكن وليدة 60 سنة فاتوا. في فرق ان بيننا نشتغل بالمسكنات وفي فرق انك انت تدخل وعندك ارادة قوية لحلول جذرية. كويس. ايا كان الامر الكلام كله في جميع المؤسسات في الدولة ليس في مجال التصادم ولن يكون. المرحلة دي مش مرحلة تشابك لا بالكلمات ولا بالشعارات. متفقين. وخلينا نتفق بصراحة. متفقين. لا ليس مجال للتشاحن ولا التشابك اطلاقا. احنا بندور على المصلحة. بندور على المصلحة. تمام. في طريقين. في طريق انك ترمي المشكلة للي بعديك. والمشكلة اساسا انفجرت. وهترميها للي بعديك هتنفجر اكثر. صحيح. وده كان سمة بعض الحكومات والانظمة السابقة. وفي فرق انك انت تشتغل ايا كان الوضع المر. احنا لازم نكون عندنا من الجرأة والقدرة سواء في داخل البرلمان او مع الحكومة او مع القيادة او القيادة السياسية. تمام. التوجه العام حضرتك وانا بأكد عليك هو مبدأ التعاون بقوة للدخول لانهاء هذه المشاكل. كويس. اول هذه المشاكل العجز الكبير الموجود في الميزان العام للدولة وانت كلنا عارفين. الحلول كانت بتعتمد على الحلول المؤقتة في أمور كثيرة جدا. والدليل على كده احنا المصلحة العليا احنا كلفنا من مين. انا يعني انا واحد راجل بسيط انا ما جئتش لمنصب ولكن جئت لان مقتضى الامر يستلزم ان انا اضحي بكل وقتي وكل حياتي لان فعلا مش شعارات. هذا الأمر كان هناك سياسة بنيت الكلام اللي محدش ممكن بعض الناس ما تعرفوش. لا في سياسة تشريعية واضحة للمعالم وإحنا بلا شك معانا رجل قانون من الطراز الأول. بعض الناس يمكن ما تعرفش الدكتور علي كويس. أنا أعرفه كويس. أستاذ الدكتور علي أستاذ قانون الدستوري وكان أغلب الدول العربية اللي أنا أعرفها وليه علاقة بيها تستأنس برأيه في كثير من الجهات. طيب هو هنا سيد بي أنا آسف للمقاطعة. كلام حضرتك الحقيقة ما أقدرش أقول عليه كلمة يعني أنا متفق معاه 100%. هي الفكرة هنا أنه كلنا متفقين على الأزمة الحاصلة والعجز اللي في الدين العام والعجز في الموازنة. هي الكلمة كلها الوحيدة اللي بيقولها الناس في الشارع إيه؟ أنه لماذا الحكومة عندما تجد نفسها في مأزق بسبب الدين العام أو عجز الموازنة أو المشكلة في ميزان المصروفات والمدفوعات وكذا تلجأ للحيلة الأسهل أو الحل الأسهل وهو فرض الضرائب، في حين كان الناس يأمل من المجلس أنه يضغط على الحكومة يقول له بدل ما تقدموا لنا مشروع قانون لفرض ضرائب جديدة، لا قدموا لنا مشروع قانون لتيسير الاستثمار، قدموا لنا مشروع قانون لموضوع التهرب الضريبي وكيفية جمع الأموال الطائلة اللي هي أكثر من 300 مليار جنيه وفقا لكلام رئيس مصلحة الضرائب 300 مليار جنيه تهرب ضريبي سنويا. قدموا لنا تيسيرات علشان موضوع المشروعات الصغيرة والأصغر والمتناهيات الصغر ونخلي كل خلية أسرية في الصعيد وفي الريف وفي الدلتا تبقى إنتاجية. هو ده اللي هيخلينا بلد إنتاجي يحل أزمة الاقتصاد بدلا من فكرة عندي مشكلة افرض ضريبة. ما انا يعني انا عايز اجاوب لحضرتك بقول لك المشكلة وحجم المشاكل
ما احنا متفقين عليها. احنا بنتكلم في الحل يا ريس. طيب الحل واقول لسيادتك على الحلول. حضرتك في مجال زي مجال الاستثمار انا معاك ان هناك معوقات لا زالت في العمليه الاستثماريه في مصر كبيره جدا وكبيره. هذا الامر يستلزم مجموعه من الحزم التشريعيه. تمام. وكان بادر السيد الرئيس انه انشا مجلس اعلى للاستثمار عشان التخوف من بعض اتخاذ القرارات في بعض الاماكن ده هيستلزمه في جزء مهم جدا يمكن انا كنت هتكلم فيه معاك زي قانون المحليات طبعا ولا مركزيه القرار. صحيح. احنا عايزين نتوسع وخاصه جاي مشروع قانون في منتهى الامتياز وانا قريته ماده ماده. جاي منين يا فندم؟ ده من السادة النواب. ده اللي قدمه أحمد السجيني نائب أحمد السجيني. نائب أحمد السجيني وفي بعض السادة النواب الآخرين تقدموا مشروع قانون لأن ليس شرطا. ما هي دي غريبة بقى أن نتلقى. ما أنا هي دي غريبة يا ثانية واحدة يا سيادة. أنا كمل. أنت مش قلت لي بقى ظاهر الرحمة خليها في الرحمة في الرحمة طول الوقت. يعني هي دي القصة إن إحنا مثلا والمفروض على فكره يعني انا طول الوقت بقول انه شويه الاعلام مع المجلس وجهان لعمله واحده هما الاثنين بيمثلوا الشارع. يعني قلنا انه ما نراه من الاولويات هو قانون الاداره المحليه لان احنا مقبلين او عايزين نعمل انتخابات محليه ونشكل المحليات وعارفين ان الفساد الاكبر في هذا الجزء ومحتاجين نطهره ونشرك الشباب وكذا فعايزين حكم الاداره المحليه قانون الاداره المحليه عايزين قانون الاعلام عايزين قانون مش عارف ايه. هذه القوانين الملحة الحكومة لم تتقدم بها بل بالعكس متباطئة فيها وتسوفها وتوديها التلاجة اللي هي مجلس الدولة لدرجة انه النائب احمد السجيني وانتوا كبرلمان انتوا تقدمتوا قلتوا مش هتقدموا انتوا طب احنا هنقدم والنائب مصطفى بكري هو اللي مقدم قانون بتاع الاعلام والصحافة وفي الحكومة دلوقتي بتقولك لا طب استنوا هنبعت لكم حاجة احسن من عندنا. ففي النهاية واضح ان اولويات الحكومة غير اولويات نحن كشعب. لا احنا اولوياتنا أيوة. لازم تعرف وأعرف حضرتك فعلا هذا الكلام. الأولوية الأولى هي المصلحة العليا للشعب. كويس. وإحنا على فكرة القرار بيأتي من السادة الزملاء النواب نابع من تكليفهم من ممتاز. الناس ممتاز. ولا جدال في ذلك. كويس. يعني هذا الكلام أنا بأكده لك. تمام. والدليل على كده إن النهاردة في بعض القضايا حتى غير التشريعية زي القضايا الرقابية. أيوه. النهارده لما استشعر المجلس ان هناك فيه فساد في منظومه معينه هل انتظر؟ بالعكس ده نزل زي فساد اللي حصل في القمح المجموعه ما المجلس هو اللي اكتشف هذا الامر. صح. لا ودي علامه ايجابيه مهمه جدا. ايضا لا المجلس. يمكن ان ننسى جميع اجهزه الدوله تعاونت معنا في الامر في مساعدتنا. طيب. في هذا الكشف. طيب انا سؤالي يا سيد الجزء كيف التاني. تتعاملون مع المشاريع القانونيه اللي تقدمها الحكومه واللي غالبا حضراتكم عارفين ان دوائركم مستشعره الخطر من بعض هذه القوانين؟ احنا لازم ااكد ليك اتفضل احنا مش في باب ابدا تصادم مع الحكومه في باب التعاون لمصلحه الوطن. كويس. ودي قاعده لازم التعاون لايه؟ لمصلحه الوطن ومصلحه الشعب ده اهم حاجه طبعا يعني مش التعاون الاعمى. لا 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 صح؟ لا لا حضرتك انت يمكن لا ترى او بعض الناس ما يروش ان مدى الجهد اللي بيبذل. احنا احيانا بنروح الساعه 2 بالليل. انا لا انا مش معترض يعني بس يعني هل حضرتك يعني حضرتك بيحصل هل حضرتك لا تتفق معي لا لا ان قانون مشروع قانون القيمه المضافه انجز بوقت اسرع مما يجب؟ ده انا بقول لحضرتك أنا وزير الماليه هنا كان في البرنامج قال احنا هناخد 3 ايام لعرضه وشرحه في البرلمان. الراجل راح ساعتين ومشي. لا يعني لا ما كملش. لا لا, لا, لا بس انا اقول لحضرتك طب. حاجه اذا اقتضى الامر ان احنا نواصل الليل بالنهار في ايوه في اذا اقتضى الامر ما اقتضاش ليه إذا في انجاز مشروعات القوانين وهي كثيره جدا. انت لسه ده حضرتك قانون القيمه المضافه ده جزء يعني اساسي في وضع منظومه معينه مش معترض وده لازم ما خدتوش وقتكم فيه ولازم نتفق ليه ما خدتوش وقتكم فيه. المجلس لجانه خدت الوقت الكافي فعلا. واحنا النهارده هل مقتضى النهارده انا عشان اعمل اصلاح في الجهاز الضريبي في الدوله اقعد انا سنه زي زمان؟ لا ما ينفعش. لا بس لا سنه ولا ساعتين. ان انا تقول لي انا كمجلس اتكلمت مع الحكومه فيه احنا كمجلس اتكلمنا في الحكومه فيه. انا مش مساله تحصيل
أنا مسألة الأجهزة الحديثة اللي هو إحنا طالبينها لتطوير منظومة التحصيل الصحيحة. أنا من النهاردة شوف الدول اللي هي زي ماليزيا وزي أندونيسيا وزي بعض البلاد اللي هي زينا إحنا اللي هي تقدمت. النهاردة أنت بتروح تشتري حاجة تلاقي الحصيلة بتروح مباشرة ملهاش وسيط ملهاش مندوب يروح يحصلها. تمام. وبالتالي فيه فعلا وأنا أؤكد ليك كلام من الحكومة معانا أن في تعديل سريع لمنظومة التحصيل أيضا بما لا يؤثر على الناس اللي هي بتنشئ مصانع واستثمار في البلاد لأن احنا برضو يهمنا التوسع في الاستثمار. طب النقطة بتاعت الرقابة على الأسعار وضبط الأسعار اللي هي الضمانة الوحيدة سيد بيه إنه قانون القيمة المضافة ده ما يعملش غلاء متوحش في الأسعار ويزيد من نسبة التضخم في السوق. الضمانة دي الحقيقة أنا الحكومة جت في البرلمان وقالت لكم نحن سنقر معكم أو قرروا لنا هذا القانون في مقابل أن احنا هنضبط الأسعار ونراقب الكذا. والحقيقة أنا بقول لمعاليك مش هقول أن الكلام مش صادق بس الحقيقة هم ليس لديهم آلية لده يعني ده في النهاية وعود هوائية ادوها لكم في المجلس. الحكومة بحكم القانون ليس لديها آلية لمعاقبة أي تاجر يطلع السلعة دي جنيه فيها أو جنيه أقل. يعني هيضبطوا الأسعار إزاي؟ المشروع القانوني اللي نزل بعديه مباشرة اللي هو إيه؟ اللي هو بتاع الضرائب. أنت يمكن لو تابعت معانا جلسة النهاردة وجلسة امبارح كان في مشروع قانون لتغليظ عقوبات التهرب الضريبي. ايوه طبعا انا ما بقولش التهرب الضريبي يا فندم انا بقول ضبط الاسواق. ما هو بعد يعني الساده النواب قالوا لوزير الماليه ماشي القانون حلو بس القانون ده هيغلي السلع. طب اضمن لي ان 57 سلعه المعفاه من القانون بتاع القيمه المضافه مش هيسري عليها الزياده على 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 الحكومه. ما هي دي بقى الحكومه قالت لك ما تقلقوش احنا هنضبط. لا لا, لا لا ما يملكوش احنا قادرين باذن الله تعالى وعلى رقابة جميع أعمال الحكومة لعملية ضبط الأسعار. والدليل على كده في بعض الأمور احنا تدخلنا فيها تدخلنا فيها بقوة. وأنا أذكر جلسة جمعتني مع السيد رئيس مجلس الوزراء وأيضا السيد وزير المالية والسيد وزير الزراعة. يعني أنتوا المفروض دلوقتي أقرتوا القانون في مقابل أنتوا هتنتظروا وتراقبوا. لا لا في لجان المجلس النهاردة ما تشتغلش من فراغ. أيضا في رقابة شبه يومية على جميع النهارده. طيب انا اتمنى ان انتوا يعني تبقوا طول الوقت. انا بس انا عايز اكد ليك اتفضل عشان برضو احنا امام الساده المشاهدين احنا ما بنتكلمش بكلام في عواطف. لا احنا جادين في داخل البرلمان وانا اشهد بذلك ان جميع الساده النواب حريصين كل الحرص على ان هم يعلوا من المصلحه العليا ولا تفرق معانا مسألة. طيب. لا وزير في بعض ولا الملفات غفير. احنا يهمنا المصلحة ماشي. العليا للبلد. في بعض الملفات عايز منها اجابات سريعة. عارف حضرتك البرامج الرمضانية اللي هي تكتك سؤال جواب كده عشان الملفات والوقت انا عارف وقت معاليك الثمين. واحد القصة اللي عاملة جدل بقى لها اسبوعين وفي بعض الناس قال لك يعني مش معقولة المجلس مش عارف يسيطر ويتخذ قرار في موضوع زي ده يخص العضوية موضوع العضوية الحائرة ما بين الدكتور عمرو الشبكي والنائب أحمد مرتضى منصور وجزء كبير بيقول لك ده حكم محكمة واجب النفاذ والناحية التانية الخلافات المترتبة على اللجان والخلافات الشخصية كذا. هل المجلس يعجز عن حسم موضوع بهذه البساطة؟ لا بالعكس. مال إيه؟ احترام كامل لجميع الأحكام الصادرة من القضاء. كويس. والمجلس هو أول من يحترم أحكام القضاء. ثم وأعلن السيد رئيس المجلس الدكتور علي عبد العال على منصة المجلس هذا الأمر. طيب. القضية عندما التبس الأمر هناك حكمين أتوا من محكمة النقض في ذلك في هذا الوقت. الغالبية العظمى إن رئيس المجلس بس الحكمين مش خاصين بعمرو الشبكي يا دكتور. يا سيد بيه ما أنا جاي لحضرتك في حكم عشان بس أنا مشاهدين ومتابعين معنا في حكم قال إنه تسقط عضوية أحمد مرتضى منصور ويحل محله تمام عمرو الشبكي ده حكم. ايوه في حكم تاني له علاقه بان في حد كان رافع دعوه على احمد مرتضى منصور وخسرها. حد تاني انا اكد ليك لا ملوش علاقه بعمرو الشبكي. انا عايز اكد ليك برضه جزئيه. اتفضل. احنا لا نميل الا للحق يعني لا طرف. ايوه ليه ليه الفصل أنا لا ليه الفصل اتاخر يعني لا اسم فلان ولا اسم فلان. انا عمري بقول ان المجلس بيوالس او بيدالس لحد. انا بقول انه موضوع المفروض ان هو بسيط. فصل في عضويه
وعندكم لجنه فيها قامه كبيره زي المستشار بهاء الدين ابو شقه رئيس لجنه التشريعات الدستوريه. هل مجلس النواب عجز عن فصل موضوع ده؟ احنا دلوقتي دخلنا فيه اكتر من 17 18 يوم. لا برضه حضرتك انا عايز اوضح لك بس ايه الاجراءات المتبعه الداخل البرلمان. ما حضرتك انت انا عايزك بس ما انا قلت حضرتك يعني ده اسئله رمضانيه. أنا رمضانيه الوقت يعني انا بس انا عايز ادي لك. لا اصل ما انا عشان اوضح لك اتفضل. ممكن بعض الناس يفهم التاخير ان المجلس ليه رغبه وهواء. هذا لم يحدث ابدا. المجلس عندما عرض الامر عليه قرار بيبقى قرار ليس قرار رئيس المجلس ولا وكيل المجلس ولا هيئه المكتب. ده قرار المجلس كله في الجلسه العامه. فراى الساده اعضاء المجلس انه يرجع للجنه الشؤون الدستوريه والتشريعيه لاعداد مذكره في هذا الشأن. كويس. وده أمر طبيعي جدا. كويس. مجرد الانتهاء من هذه المذكرة. لسه ما خلصتش المذكرة؟ لا في بتعد حاليا المذكرة اللي الأمر اللي عرض على الجلسة في داخل المجلس وبناء عليه هيتم إن إحنا نحترم جميع أحكام القضاء سواء كانت بالإيجاب أو بالسلب. لا إن إحنا أولا اول كلمه قالها رئيس المجلس. طيب حضرتك ان الدور هيخلص يوم الثلاث. لا ما حضرتك اللجان. لا لا اللجان والشغل ده. لا يعني قصدي القضيه دي هتحسم قبل يوم الثلاث اللي جاي ولا ممكن في الاجازه؟ لا لا هي تحسم مفيش مشاكل. تحسم في الاجازه وليس عيبا. لا مش عيبا انا ما قلتش انه عيبا. انا باخد من حضرتك خبر بالظبط بسرعه كده. النقطه الثانيه المتعلقه بالشكوى الدائمه على لسان الدكتور علي عبد العال من غياب النواب للجلسات. ولدرجه ان هو الاسبوع اللي فات في اطار المزحه يعني قال لهم انا هفكر اقفل لكم البهو الفرعوني اللي انتوا قاعدين فيه طول النهار ده عشان تقعدوا. وحتى كان بيطالب بتفعيل التشويش الالكتروني عشان الموبايلات تتقفل جوه القاعات عشان يركزوا في القاعه. هل السيطره على الجلسات والسيطره على النواب شيء برضو عجزت عنه اداره المجلس؟ لا برضه عندكم لائحه او لائحه عقوبات؟ لا, لا لا هو النواب مثقلين بهموم كثيره جدا من دوائرهم. وتلاقي اغلبهم الفتره بس الاصل يا فندم هو حضور لحضرتك. ما انا جاي لحضرتك في فتره اللي هي فتره الاجتماعات بتاعه جلسات اللجان بتبدا من الساعه 10 لغايه الساعه 12 احيانا. سخونه حضرتك هنا دلوقتي بترد على الدكتور علي عبد العال؟ لا 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 ما اصل الشكوى مش مني. لا 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 الشكوى من الدكتور علي عبد العال. فلو انت دلوقتي بترد على الدكتور علي عبد العال بتقول يا معالي الريس النواب مشغولين انت بس اللي مش انت اللي ظالمهم. انت مش هتعرف توقعني مع الدكتور علي. لا انا بحاول. انا بحاول. هو الدكتور علي اللي بيشتكي بيقول لهم يا نواب احضروا. انت دلوقتي بتقول له خد بالك يا سياده الرئيس الدكتور علي حبيبي النواب مظلومين وانت ظالمهم. الدكتور علي حبيبي والنواب حبايبي يعني اذا ما تحاولش يعني. طيب مش هعرف اعملها يعني. انا بس عايز اوضح لك ان النواب بيبقى فتره اللجان واللجان احيانا بتبقى سخنه وتبقى تنعقد فممكن تمتد ساعه على الوقت المحدد. الدكتور علي طبعا بصفته اللي هو والد الجميع ودايما داعي للساده النواب انتوا كاعلام بتاخدوا لازم الكلام بايه بتزودوه شويه. طلعنا احنا الشياطين في الاخر يعني. طلعنا احنا الشياطين في الاخر. مفيش قلق مقبول. انتوا مقبول. انا موافق. انتوا حبايبي يعني. لدرجه الدكتور علي عبد العال دعي النهارده من الاعلام. لا هو يعني بس انا هقول بدون اسماء بدون اسماء. بس الدكتور علي عبد العال النهارده زعل من نقد احد الاعلاميين امبارح له لدرجه ان هو كان برضه بنوع من المزحه يعني كان بيهددنا. قال لك طيب قانون الاعلام عندنا هنوريكم لما نيجي الناس. طب تسمح لي انا اقول حاجه؟ اتفضل يا فندم. والله انا بتكلم بامانه وانا طبعا علاقتي يمكن بجميع الاعلاميين علاقه طيبه جدا. يعني انا عايز يعني خلاص احنا عايزين نلتفت الى ما يبني البلد. صحيح. احنا يعني حتى البرامج انا ارجوكم يمكن انا قليل جدا ان انا اطلع في البرامج ولكن انا عايز اقول حاجه. احنا عايزين نحب بلدنا ونعلي من المصلحه العليا فيها. بعض البرامج ارجو ان هي تكون النقد فيها النقد المحترم اللي هو يجعلني انا عن نفسي على المستوى الشخصي بستفيد من البرامج اللي بيبقى فيها حوارات ونقد بناء. تمام. اما الحوارات الجارحه وبعض الامور لا ده مش مطلوب ده وانت مطلوب. اديك شايف صحيح. يعني صحيح. لما يجي عشان كده انا اول واحد بستعجلكم بقول لكم ابوس ايديكم انجزوا لنا مشروع الصحافه والاعلام. لا يجب
هو جاي لك برضو يعني. برضو نفس اللهجة اللي أنا تقول عليها عبد العال. لا صعيد وأنا شايف فيها ريحة صعبة. لا 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 لا, لا بالعكس. طيب. على العموم في ختام الحوار أنا تأكدت دلوقتي ليه أطلقوا عليك شيخ العرب جوه المجلس. الله يبارك. لأنك شخص الحقيقة محترم ولطيف, بالإضافة إن أنت حتى النقد للآخرين ما بتحبش تقوله. لا. والكلام طول الوقت عندك بدماثة خلق ورطابة لسان تستحق التحية عليه. أنا بشكرك ومرة تانية بأخصك بالتحية على اختصاصنا بهذا اللقاء, ويا رب إن شاء الله لقاءنا القادم في نهاية الدور سعيد. القادم يكون بإنجازات أكتر ورضاء كامل من الشارع عن أداء مجلس النواب إن شاء الله. أنا أكد ليك وأكد يعني أن في أمل كبير جدا. إحنا والله أنا بتكلم بصدق أن الرؤية القادمة رؤية طيبة جدا, وأنا شفت بنفسي مدى الجهد اللي بيبذل لبناء مصر فعلا بصورة يعني حديثة, وفي مشروعات أنا لمستها بنفسي سواء بيقوم بيها القطاعات المختلفة في الدولة أو القوات المسلحة, واللي إحنا لازم نوجه الشكر للقوات المسلحة على الجهد اللي بتبذله في بناء الوطن, لأن إحنا كلنا منظومة واحدة. صحيح. لا فرق بين القوات المسلحة والداخلية, كلنا مصر, كلنا مصر. سيد عشان كده إن شاء الله بإذن الله مصر هتكون بأبنائها وبيكم جميعا إن شاء الله هتكون قوية. شرفتني وهي قوية بإذن شرفتني الله. ونورتني وتحيا سوهاج ويحيا صعيد مصر. أهلا وسهلا. شكرا جزيلا. وأقول لك المرة الجاية قول لي أخش على صعيد. قول لي يا رجل شرفتني. شكرا لحضراتكم. خلصت حلقتنا. نشوفكم بكرة إن شاء الله. شكرا.